اهلا بيكم جميعا. جلستنا النهارده، احنا النهارده المحاضره الثانيه ان شاء الله اللي هنكون فيها بنستعرض مقدمه عن كيفيه استخدام الاوتو داسك فورج بلاتفورم. واحنا في المحاضره الاولى او في الجلسه الاولى مع بعض استعرضنا ايه هي الفورج بلاتفورم وازاي اوتو داسك شايفه ان هي المستقبل بتاعها. اتكلمنا على تطبيقات الفورج وقلنا ان احنا شخصيا كجزء من اوتو داسك بنتعامل مع الفورج على ان هي المستقبل الشركه كلها. انا احمد خيرت اي سي تكنيكال سبيشالست في شركه اوتو داسك، بغطي منطقه الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا. تخصصي حوالين البام بجانبي للبيلدينج والانفراستراكشر، ويعني ماي باشن او التكنولوجي اللي بحب اشتغل عليها قوي هي الفورج بلاتفورم. ومحاضرتنا النهارده في الفورج تكنولوجي دي، زي ما اتكلمنا قلنا المحاضره اللي فاتت استعرضنا فيها مقدمه الفورج بلاتفورم. النهارده ان شاء الله هنستكمل الخطوات العمليه اللي احنا شفناها الاسبوع اللي فات، ونوصل مع بعض ان شاء الله ان احنا نعمل ران او نعمل تشغيل لاول ابلكيشن عندنا او اول بروجرام شغال معانا. زي المحاضره اللي فاتت، المام بمبادئ البروجرامنج مطلوب معانا النهارده. احنا هيبقى شغلنا كله عملي، هنبص ازاي الكود بنشتغل عليه وبنكتبه، وان شاء الله نوصل لنتيجه جيده في نهايه السيشن نفسها ونهايه اليوم معانا، ونوصل ان احنا تو كرييت اور فيرست ابلكيشن، وبعد كده نبتدي نستعرض من هنا نقدر نبتدي نتحرك فيه. طيب احنا اول حاجه هنعملها علشان برضو نكون يعني اللي ما قدرش يحضر معانا، ممكن ان احنا نعمل يعني مش ريهرسال ولكن استعراض بسيط للخطوات اللي احنا حاولنا نعملها في المرحله الاولى. اول حاجه عملناها عملنا الانستليشن للنود جي اس، وقلنا ان النود جي اس هي الران تايم اللي بتقدر تسمح بتشغيل الجافا سكريبت على السيرفرز، وابتدينا وعملنا اول انستليشن عندنا، عملنا اول ابلكيشن. لو حبينا نبص مع بعض جوه الفولدر اللي احنا اشتغلنا عليه، في اعتقد احنا في السي في بروجكت فايلز او في بروجكتس في السي، شكرا شكرا جزيلا، معانا بروجكتس فورج لاب، وابتدينا ان احنا نعمل اول ابلكيشن معانا باستخدام النود جي اس ران تايم. واستعرضنا ازاي عملنا الستارت ابلكيشن بتاعنا او الستارت سكريبت اللي ابتدينا ان احنا نحاول نكلم فيه الاكسبريس لايبرري، وقلنا ان الاكسبريس لايبرري ديت او الاكسبريس نود ده هو الويب سيرفر او هو الكود اللي بيشتغل جوه النود اللي بيسمح لي ان انا ابتدي اعمل ماي اون ويب سيرفر، وابتدي اعمل الابلكيشن بتاعي اللي بيرد على الطلبات الخاصه بال HTTP requests. وقلنا ان اول حاجه هنشتغلها مع بعض ان احنا هنقول له لو سمحت يا اكسبريس استخدم النود موديول الثاني اللي هو الاي جي اس، وقلنا اللي هو الاي جي اس او الامبيدد جي اس بيسمح لي بان انا اعمل فيو تمبلتس. الفيو تمبلتس ديت احنا شفنا مع بعض استعرضنا اول فيو تمبلت موجود معانا اللي هو زي الاتش تي ام ال العادي جدا، ولكن الاختلاف الجوهري بتاعه ان احنا في عندنا سبيشال تاج، التاج دي موجوده معانا بتبتدي بالبرسنت ساين، وهدف البرسنت دي ان اي كود بيكون جوه التاج ديت ينفذه برنامج الجافا سكريبت او ينفذه الانجن بتاع الجافا سكريبت، مش يتبعت زي ما هو للبراوزر. تمام، وقلنا ازاي احنا ضفنا جوه البراوزر دوت او ضفنا جوه التمبلت دوت التايتل بتاعنا، ضفنا جواه الكونتنت اللي احنا بنشتغل عليها او الكونتنت اللي احنا هنقدمها لليوزرز. تمام، ورحنا استعرضنا في البراوزر معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا ان احنا لو شغلنا الابلكيشن تمام، لو رجعنا للستارت وعملنا الابلكيشن بتاعنا، فاحنا هنقدر نشوف الفيو اللي احنا حطيناه ده من خلال ان هو بقى عندنا راوت، قلنا ان او روت راوت، وقلنا ان الراوت ده هو الطريقه الجافا سكريبت عندنا او النود بيعرف يفهم ازاي يرد على انهي ريكوست اللي بيجي له. يعني احنا لو ابتدينا بالروت او الديفولت، فده معناه ان هو هيبتدي يرد على العنوان بتاع السيرفر بدون اي تفاصيل اضافيه. لو ابتدينا نديله راوت معين زي في الحاله الثانيه عندنا، فهو مش هيبتدي يرد على اي ريكوست بتجيله غير في الراوت ده، والا هيرجع يدي ايرور او مجموعه الراوتس اللي هي ديفايند عنده في الايه، في الكود بيس بتاعه. تمام. فقلنا ان احنا عملنا في البدايه الروت راوت اللي الهدف بتاعه ان هو بيروح للفولدر اللي هو اسمه راوتس، ويروح للاندكس كنترولر او الاندكس راوتر، زي ما بصينا برضو مع بعض المره اللي فاتت، ولقينا ان احنا في الاندكس راوت بنفتح برضو الاكسبرس وبنقول له لو سمحت هات لي الاوبجكت بتاع الراوتر، ودي هي اللايبرري اللي جوه النود جي اس اللي بتسمح لي ان انا ارد على الطلبات المختلفه او الريكوست المختلفه. وقلنا لو سمحت يا راوتر، او الكلاس اللي هي بتاعه الراوتر او الفانكشن بتاعه الراوتر، لما يجي لك ريكوست على الروت راوت بالنسبه للاندكس، فرن الفانكشن ديت واديني البارامترز. واحده من البارامترز دي اللي هي الريكوست تمام، والبارامتر الثاني اللي هو الريسبونس. فالريكوست بتجي لي منه التفاصيل بتاعه الفانكشن اللي انا، او بتاعه الريكوست اللي جات لي من الكاستمر او من الكلاينت اللي هو البراوزر عندي في الحاله ديت تمام. والفانكشن دي شغلتها ان هي تبتدي تعمل كرييت لاوبجكت منفصل هو الريسبونس. فالريسبونس في حالتنا ديت قلنا له لو سمحت روح للبيج اللي اسمها اندكس تمام، واعمل ريندر للبيج ديت. احنا قلنا البيج دي موجوده معانا في الفيوز في الاندكس، هو اوتوماتيكلي عارف ان دوت اي جي اس ده الاكستنشن بتاع الفيو اللي معانا، فهو بمجرد ما انا قلت له ان البيج عندك اسمها اندكس، هو بيروح للفولدر بتاع الفيوز وبيروح للبيج بتاعه الاندكس. عرف منين المعلومتين دول؟ احنا عرفناهم له في الستارت، قلنا له ان هو الباس بتاع التمبلتس او الفيوز بتاعنا اسمه فيوز، وبيبتدي من الفولدر اللي هو الروت بتاع الابلكيشن بتاعي اللي هو بالاسم ده، ده فاريبل بيقول له ان ده المكان بتاعك جوه الفايل سيستم تمام، وان الاكستنشن اللي انت هترسبوند بيه في حاله ان انت عايز تعرف التمبلت اللي معاك اسمه ايه، بان هو الاي جي اس اكستنشن دوت تمام. فاحنا كده عرفنا من خلال ان هو ستارت كده عرف الفيو انجن بتاعنا، وعرف الفولدر اللي هيرد عليه، والستارت دوت راح عامل اوبجكت، الاوبجكت ده اسمه اندكس راوتر، وبيرد على اي ريكوست بيجي للروت راوت تمام. وشفنا لما دخلنا مع بعض على الاندكس راوت اللي موجود معانا، شفنا ان احنا بنستقبل اي ريكوست بيجي لنا على الفانكشن على الروت نفسه بامر الجيت او بالريكوست بتاع الجيت، والريسبونس بتاعنا كان ان احنا بنعمل عمليه ريندر للاندكس ده بالفاريبلز دي. يعني ايه ريندر؟ طبعا احنا كلنا عارفين الريندر بتاع الايه، الريفت، ولكن احنا في حاله الجافا سكريبت عمليه الريندرنج هو ان هو بيدخل على التمبلت فايل دوت، يدور على الفاريبلز اللي موجوده جوه، يحولها لستاتيك كونتنت او لنتائج ستاتيك تمام، والنتائج ديت يرجعها لليوزر او يرجعها للبراوزر على ان هي عباره عن ايه، عباره عن كود اساسي او يعني ستاتيك كود البراوزر بيقراه على طول ويفهمه، لان البراوزر ما بيفهمش الايه علامه البرسنتج دي ولا الكود اللي جواها. يبقى انا بالطريقه دي تواصلت ما بين السيرفر بتاعي والكاستمر او الكونسيومر اللي هو البراوزر بتاعي، من خلال ان انا خدت الفاريبلز اللي جات لي من الاوبجكت دوت تمام على التايتل والكونتنت، ورحت جوه الامج ديت وعملت لها ريبليس، وبعت الريسبونس للبراوزر.
وقلنا ان انا عشان ابتدي اعمل الرننج دوت فانا محتاج اعمل امر الرن واقول له ستارت ديباجنج تمام، وافتح البراوزر معايا واقول له لو سمحت روح لللوكال هوست بتاعي تمام. وقلنا ان اللوكال هوست بيقرا على البورت 3000. ليه بيقرا على البورت 3000؟ علشان الابلكيشن عندي انا قلت له لو سمحت في نهايه الفانكشن اللي موجوده في ستارت انت كجزء من الابلكيشن اسمع اي ريكوست بيجي لك على البورت رقم 3000. وقلنا ان اي اي بي ادرس ممكن يكون فيه حوالي 65000 بورت مختلف، اشهر البورتس ديت هي بورت رقم 80 اللي بيخليني انا ككاستمر او انا كيوزر لما اكلم الويب سيرفر يرد عليا بصفحه اتش تي ام ال، ولما اكلمه بالانكريبتد او بالانكريبشن يرد عليا من خلال البورت 443. فيبقى انا من خلال البورت 80 اقدر اتعامل من غير تشفير عندي في البراوزر بالبورت 443. اقول له بقى ان لو سمحت روح كلمه بقى بالاي اتش تي تي بي اس اللي هو السكيور اتش تي تي بي بروتوكول تمام. طبعا الكلام ده بيحصل عند البرودكشن ديبلويمنت، مش بيحصل عند الايه، مش بيحصل وقت الديفلوبمنت. فاحنا وقت الديفلوبمنت بنستعمل بورت لوكال ولوكال هوست او اللي هو العنوان بتاع جهازي انا نفسه. وزي ما شفنا لما ما بديلوش اي باث او بديله الروت باث بتاعي تمام، هو بيرسبوند من خلال الايه، من خلال الراوتر اللي احنا كلمناه وقلنا له لو سمحت روح واعمل رندر للصفحه بتاعه الاندكس راوتر ديت، ومن جوه الاندكس راوتر ده او الفانكشن بتاعه الراوتر هو رد عليا بمحتويات الصفحه. وبصينا جوه الصفحه دي وقلنا له فيو بيج سورس، وشفنا مع بعض ان هو هنا استبدل التاجز اللي احنا حطيناها جوه الاي جي اس وبعت له اتش تي ام ال طبيعي جدا والكونتنت ده استخدم. طيب ايه اللي يخليني ان انا بدل ما اعمل التاج ديت ابتدي احط المعلومه اللي موجوده جوه الايمج ديت او جوه الامبد جي اس ديت؟ الحقيقه ان المعلومه دي غالبا ما تبقاش ستاتيك، المعلومه دي غالبا احنا بنروح نجيبها يا اما من نتيجه كوميونيكيشن مع ويب سيرفر تاني او ويب سيرفيس تانيه، او بنجيبها من واحده من الداتا بيسز او من الاستورج سيرفيسز اللي موجوده معانا. يبقى احنا من خلال النود جي اس ومن خلال الجافا سكريبت على السيرفر اقدر ان انا اروح واكلم داتا بيس اجيب منها بيانات وارد بيها على اليوزر، اقدر اخد من اليوزر اليوزر نيم بتاعه واوديه للداتا بيس واتاكد ان هو ده فعلا اليوزر وهي دي الباسورد بتاعته ولا لا، وابتدي ارجع له الكونتنت الدايناميك بتاعه. طبعا احنا عارفين الكلام دوت، يعني ما حدش بيشتغل على الانترنت ما شافش نتيجه رندر بتحصل على السيرفر. الابلكيشنز كلها كل المواقع تقريبا اللي هي الدايناميك اللي احنا بنستعملها وبنشتغل معاها ومتعودين عليها، الفيسبوك التويتر الجيت هاب، كل ديت عباره عن فرونت اندز احنا بنشوفها عندنا لصفحات بيتعمل لها دايناميك رندرنج على السيرفر. طيب يبقى احنا كده ابتدينا نعمل اول اوبشن معانا او اول عمليه بتحصل معانا جوه الستارت سيرفر. قلنا له كمان لو سمحت بقى ابتدي اعمل معانا اول اوبريشن هنحتاج ان احنا نكلم بيها الفورج بلاتفورم، فهتروح للراوتر اللي اسمه او اوث او اوبن اوث وهتبتدي ان انت هتدخل مع هتبتدي تستقبل اي كونتنت بيجي لك على الراوت ده. وبالمناسبه الراوت ده هو البريفكس اللي الراوتر فانكشن دي هتشتغل وراه. يبقى خلينا نفتح كمان بقى ونشوف الاو اوت راوتر ده هيعمل ايه. هيبتدي يرد على فانكشن اسمها توكن، ولكن انا لو خدت كلمه توكن دي ورحت بيها على البراوزر وقلت له لو سمحت اعمل رندر لتوكن، هيقول لي ان هو ما يعرفش الباث دوت. ماشي، احنا هنا في الايه، في السيرفر، هنقول له هنا في في السورس بيج هنقول له توكن تمام، هيرد يقول لي كانوت جيت توكن. ليه؟ لان التوكن دي موجوده جوه الراوتر اللي اسمه اوبن اوث. فيبقى انا هبتدي الاول باوبن اوث وبعدين هكمل بعد اوبن اوث راوت توكن. زي ما احنا شايفين النتيجه اللي جات لي اهي من الفانكشن، هنبص عليها ازاي هي جات لي. اول حاجه احنا قلناها ان انا في الفانكشن ديت
هروح اكلم اللايبرري اللي اسمها فورج اي بي ايز او الان بي ام فانكشن اللي اسمها الايه الفورج اي بي ايز. فانا اول حاجه هعملها هبتدي اعمل مودلز او هبتدي اعمل موديل. الموديل ده شغلته ان هو بيعمل الكوميونيكيشن ما بين الابلكيشن بتاعي وما بين الفورج اي بي اي سيرفيس، وبيروح ياخد البيانات اللي احنا خزناها في الكونفيجريشن سكريبت او الكونفيجريشن جافا سكريبت، وبعدين هيبتدي هو يعمل الكود بتاعه او الجزء الخاص بالكود بتاعه اللي هو هيبتدي يعمل ويعرف فانكشن جوه الموديول دوت الفانكشن اللي معانا اللي هي جيت كريدنشلز. لما حد هيحاول ان هو يبتدي يشتغل على الفانكشن بتاعتنا اللي هي شغلتها، خلينا هنا نعمل الستوب، لو حابب ان انا ابتدي جوه الفانكشن دي او جوه الموديول ديت وعايز حد يقرا المحتوى بتاعي، فانا اول حاجه هعملها هو ان انا هقول له ايه، لو سمحت روح الموديول دوت او اللي هو الموديل ده اللي هو الفورج اوبن اور، وروح كلم الفانكشن اللي هي جيت كريدنشلز. اول ما هيطلب الكريدنشلز هيديله معلومه او هيديله بارامتر، البارامتر ده اللي هو التوكن سكوب، ومنه هيريتيرن كلاس. زي ما احنا شايفين هنا احنا اكننا قلنا له لو سمحت اعمل اوبجكت جديد وسمي الاوبجكت دوت اوث كلاينت، تمام، وقلنا للاوث كلاينت دوت انت بقى عباره عن ايه. الاوث كلاينت ده عباره عن نيو اوبجكت، اوبجكت جديد موجود عندي جوه الايه جوه الفانكشن، تمام. الاوبجكت دوت هبتدي ان هو بيعمل انيشاليز جوه الفورج اس دي كي للاوث كلاينت تو لاجد توكن، وهيعمل ريتيرن للكلاس ديت. ده بالظبط نفس الكود اللي احنا ايه كتبناه هنا، تمام. طيب وانس ان الكود ابتدى ان هو يشتغل معانا وعملنا الكريدنشلز، والكريدنشلز دي راحت للفورج اس دي كي وعملت الفانكشن وعملت باسنج للكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت والسكوب اللي هو جاي عندنا من التوكن سكوب دوت، هيبتدي ان هو يرجع الفانكشن ديت. طيب الكونفيجريشن اللي احنا عملناه ان احنا ادينا لليوزر كلاينت اي دي او ادينا للسيرفر بقى الكريدنشلز كاوبجكت جواه بارامتر اسمه كلاينت اي دي وبارامتر تاني اسمه كلاينت سيكريت، تمام. والسكوبس عندنا سكوب انترنال وسكوب بابليك. اتكلمنا كمان عن السكوبس وقلنا ان دي الطريقه اللي احنا بنفهم بيها الفورج هل هو هيشتغل في الريد اونلي مود ولا في الريد اند رايت مود. باختصار هي دي البيرميشنز اللي احنا بنطلبها من الفورج سيستم. طيب ايه الفرق بين الريد بارامتر والريد اند رايت؟ الفرق عندنا ان احنا لما بنطلب الريد سكوب ده معناه ان هو بيرجع لي الاكسس توكن دي اللي انا لما بكلم بديها للفورج اي بي اي بعد كده ما بيبقاش فيها اي قدره على ان انا اعمل رايتنج على الداتا بتاعه السيرفر بتاعي او الابلكيشن اللي احنا عملناه، لان احنا بنينا مع بعض الابلكيشن دوت فين في الكونسول بتاع الفورج بتاعنا، وقلنا الكونسول بتاعنا عباره عن فورج اوتو ديسك دوت كوم، وعملنا اللوجن بتاعنا باليوزر نيم والباسورد. انا عندي اعتقد خلاص اتعمل له انفاليديشن وعملنا اللوجن بتاعنا. تمام، ومن خلال اللوجن اللي احنا عملناه قدرنا ان احنا ندخل على المانجمنت كونسول بتاعه الفورج بلاتفورم، تمام، واللي من خلالها رحنا عملنا الابلكيشن بتاعنا او الابلكيشن كود بتاعنا. زي ما احنا شايفين ظهر كده اليوزر بتاعي وظهر الليست بتاعه الابلكيشنز اللي انا سجلتها جوه الفورج بلاتفورم، وشفنا الابلكيشن بتاعنا وشفنا ان احنا قدرنا نعمل الكلاينت اي دي اللي احنا شايفينه معانا اللي بيبتدي بالفور ار، والكلاينت سيكريت اللي احنا عملنا له جنريت اول ما الكود ظهر عندي، تمام.
ده معناه ان انا لما بروح اكلم الفورج اي بي اي باستخدام الاي دي دوت والسيكريت ده، النتيجه بتكون ان انا بعمل ايه؟ بقدر اخد اكسس توكن. تمام، الاكسس توكن دي زي ما شفناها عباره عن سترنج طويل كده بيكسباير في حوالي 60 دقيقه. التوكن دوت هو اللي انا لما ببعته بعد كده لل ببعته بعد كده لل للفورج بلاتفورم عندي، بيقدر ان هو ياكسبت او يقبل الكونتنت اللي بي ايه او ياكسبت الكوماندز اللي انا بنفذها له، ويبقى عارف ان هي مرتبطه بالابلكيشن اللي من النوع دوت او الاي دي ده. تمام، طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي اول حاجه او اول كوماند احنا بنكلم بيه الفورج اي بي اي. شفنا مع بعض ان انا بدخل على الكوماند بتاعي على الراوت، والراوت بياخد التوكن، التوكن بيروح يجيب الفانكشن اللي احنا عملنا لها جنريشن اللي اسمها جيت كريدنشلز اللي موجوده في الاو اوث موديل. تمام كده، وابتدينا ان احنا بالكلاس ديت، لو تفتكروا الكلاس دي احنا مرجعين نيو انستنس من الكلاس، فاحنا مرجعين اوبجكت، الاوبجكت ده قلنا له لو سمحت روح اعمل اوثنتيكيت بالبارامترز اللي انت رحت جبتها من الكونفيجريشن او الفانكشن اللي هي اسمها جيت كريدنشلز اديتها لك. تمام، وبعد ما تخلص الكوماند بتاع الاوثنتيكيت ذن ابتدي ران الفانكشن ديت. السينتكس ده بالمناسبه موجود في الجافا سكريبت، بنسميه عندنا البروميسز. يعني ايه بروميسز؟ يعني الجافا سكريبت هي عباره عن اي سينكرونس لانجويج، يعني لغه ما بتحاولش ان هي توقف الاكسكيوشن بتاعها لما كل محتوى جوه كل كلاس عندها او كل فانكشن عندها يتنفذ. لا، هو كل اللي بيحاول يعمله ان هو اول ما بتبتدي تعمل كوميونيكيشن مع سيرفر تاني او تحاول تجيب ملف من على الفايل سيرفر او من على اللوكال ستورج عندك، فهو شغلته ان هو في الحاله ديت بيحاول ان هو يرجع الكنترول للابلكيشن علشان الابلكيشن ما يقفش ما يعطلش. ليه؟ لان النود جي اس عباره عن سنجل ثريدد اكسكيوشن موديل. يعني ايه سنجل ثريدد؟ يعني هو عنده الابلكيشن كله بيتنفذ كود في ثريد واحده. يعني لو انا عندي كور واحد الكود بتاعي بيتنفذ، لو انا عندي 20 كور فهو كور واحد بس اللي بينفذ كل الاوامر بتاعتي بالتتابع. فعلشان ما يوقفش الاكسكيوشن بتاع الابلكيشن كله، هو بيعتمد على فكره الايه؟ على فكره البروميسز ديت، فان هو كل فانكشن تحاول ان هي تشتغل معانا وتحاول ان هي تكون موجوده في الكود بتاعنا. ونقفل الانوتيشن ونسيبل الانوتيشن ونقول له كلير. تمام، ونستكمل. هل في حد عنده سؤال حتى هذه اللحظة أو عنده أي تساؤل يقدر إن هو يسأل؟ ممكن أسهل مما إيه يعمل الانوتيشن. طيب إحنا في الحالة بتاعتنا الحالية أو في الوضع بتاعنا الحالي زي ما قلنا إحنا هنبتدي نستعمل الفورج اوث فانكشن او الاوبن اوث فانكشن اللي جايه لي من الامر بتاع الجيت كريدنشلز اللي بيروح يجيب لي كلاس من الفورج اي بي ايز بتاعتي. تمام، ويرن امر الاوثنتيكيت، ولما الاوثنتيكيشن ده يتم زي ما قلنا العمليه عندنا سنجل ثريدد كونتنت، فالسنجل ثريد دوت شغلته ان هو هيروح يعمل الاوثنتيكيشن والابلكيشن بتاعي هيتحرك وهيكمل. يعني انا لو عندي اي اوامر هنا هتشتغل لحد امر الاوثنتيكيت ما يخلص، وبعدين هتبتدي تنفذ الفانكشن ديت. طيب الفانكشن دي هتنفذ ايه؟ هتنفذ ان هي هتعمل كونسول لوج، يعني هي هتعمل لوج للكريدنشال زي ما احنا شايفين هنا في الكود عندنا، و لو في ايرور من الفانكشن دي هيرجع ويقول لي برضه لو سمحت في الكونسول رجع ايرور، يعني الايه الديباج كونسول بتاعتي هتقول لي ان هنا في ايرور وتقول لي ايه الايرور اللي اتبعت لها.
تمام كده. يبقى احنا كده شفنا ان احنا ايه استعملنا الفانكشن بتاعتنا، او استعملنا ازاي الفانكشن علشان نروح نكلم الفورج اي بي اي ونتعامل معاها بشكل مباشر. طيب لحد كده احنا كده وصلنا، او دي النقطه اللي احنا وقفنا عندها في المحاضره اللي فاتت. هنبتدي بقى نعمل اول حاجه عندنا، وان احنا هنعمل الباكت اللي هنرفع عليها او هنعمل عليها ابلود للفايل. طيب اول حاجه هنعملها هنروح للموديل ونقول له نيو فايل، وهنقول له الفايل دوت عباره عن فورج او اس اس فورج داش او اس اس. يعني ايه او اس اس؟ اللي هو الاوبجكت ستورج سيرفيس. اوبجكت ستورج سيرفيس دي السيرفيس اللي جوه الفورج اي بي اي، اللي بقدر اخزن جواها ملفات ليها علاقه بالفورج ابلكيشن اللي انا عملته. طيب المحتويات بتاعتها برضو بقى هنبتدي نختصر شويه. هناخد التكست كوبي وبيست. تمام، زي ما احنا شايفين هنعرف الفورج اس دي كي كاوبجكت عندنا، والاوبن اوثنتيكيشن برضو كاوبجكت معانا، هيروح يكلم الموديل الثاني بتاعنا اللي هو الفورج او اس اس. تمام، بالمناسبه ده معناه ان انا قلت له لو سمحت انت في الفايل دوت اخرج 1 ليفل، تمام، وبعدين ارجع تاني للفولدر بتاع مودلز. يعني انا اقدر اعمل كده برضه لو عايز، واشيل الكونتنت خالص او اقول له الايه بالشكل دوت، فيعمل لود الفورج او اوث عندي اللي هو معايا في نفس الايه الفولدر بتاعه. طيب الفانكشن بقى اللي هيتعمل لها ران، هي الجيت باكتس. تمام، الجيت باكت عندي هتقول لي لو سمحت روح بالاو اوث دوت هات الكريدنشلز بتاعتك. وهنا لو تاخدوا بالكم الكريدنشلز المره دي اللي انا بروح اجيبها هي الانترنال كريدنشلز. طب الانترنال كريدنشلز دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها او الكونفيجريشن بتاع الابلكيشن عندي بيقول لي ان الانترنال دي البيرميشنز اللي هتقبل ان هي تاخدها. تمام، منها الباكت كرييت والباكت ريد والداتا ريد وكرييت ورايت. الباكت هنفهم مع بعض ايه هي الباكت معانا في الشغل بتاعنا. تمام، وهنبتدي ناخد الاي بي اي او الفورج او ديت. تمام كده، وزي ما قلنا احنا نفس الطريقه اللي احنا كنا عملناها المره اللي فاتت، هنقول له فورج اوبن اوت اوثنتيكيت. تمام، ولكن عندنا طريقه ثانيه بقت موجوده معانا في الجافا سكريبت الاي اس 6 او اللي هي الفيرجن 6 من الجافا سكريبت. تمام، ان انا مش بقول له اوثنتيكيت وبعدين برجع اقول له دوت ذن، لا انا هنا بقول له اويت. اويت يعني ايه؟ يعني اكن انا هنا هشتغل بشكل بارلل، هشتغل قصدي بشكل سيريال. يعني انا تمام، يعني انا هبتدي ان انا انفذ الامر بتاع الاوثنتيكيت دوت. زي ما قلنا لو تفتكروا احنا لو كنا رحنا في الاوبن اوت، ولا مش في الاوبن اوت، لو كنا رحنا في الموديل الثاني معانا اللي هو الراوت، انا اسف، معانا. تمام، وقلنا الفانكشن دي ما قلنا لهاش امر دوت ذن، ده معناه ان هي كانت اوتوماتيك هتبتدي تشتغل في بقيه الكود اللي بعديه لحد ما الاوثنتيكيشن ده يكمل، وبعد كده تبتدي تران الفانكشن ده بشكل بارل مفصول عن الفانكشن الايه الاصليه او المين بودي بتاعنا. فانا هنا بقول له لا لو سمحت بقى وقف الفانكشن دي واستنى بقى النتيجه بتاعه الاوثنتيكيت دي ان هي تخلص، لما تخلص رجع لي الكريدنشلز. لو تاخدوا بالكم هو تقريبا نفس اللي احنا كتبناه هنا، بس انا بدل ما قلت له كريدنشلز دي هتدخل في الفانكشن اللي هتتنفذ وقت ما الاوثنتيكيشن هينجح، لا انا قلت له والله رجع لي بقى الكونتنت دوت، حطه لي في فاريبل تمام اسمه credentials لما الاوثنتيكيت فانكشن دي تنتهي. طيب ده اهميته ايه؟ والله بيخلي الكود عندي شكله ايه مور سيكوينشال او مور لينير. تمام، فبيبسط علينا قدرتنا على قراءه الكود وعلى فهمه، يعني ان احنا نعمل له عمليه الديباجنج بتاعنا. تمام، طيب يبقى احنا هنا قلنا ان انا هجيب اللوكال فاريبل اللي اسمه credentials من خلال اللي انا برن امر الاوثنتيكيت، وبعدين ببتدي اروح للباكتس اي بي اي اللي هي جزء من الفورج اس دي كي، وهقول له لو سمحت هات لي كل الباكتس اللي موجوده عندك تمام بالكريدنشلز اللي انا بديها لك. طيب واعمل ريتيرن بقى ايه
للنتيجه بتاعه الباكتس دي اللي هي البادي بتاعنا. وهنبص كمان على الريتيرن ده، احنا ممكن كمان بقى هنا نعمل هنا فول ستوب كده او بريك بوينت، تمام، والبريك بوينت تبتدي تظهر معانا. طيب يبقى انا كده ايه اول حاجه عملتها، هبتدي بقى اعمل فايل جديد جوه الراوتس بتاعي وهسميه سامبل دوت جي اس، تمام. يعني انا دلوقتي عندي فانكشن جديده، الفانكشن ديت هتعمل ريسبوند لاي فانكشن عندي جوه الايه، جوه الديتيلز اللي احنا هنشوفها مع بعض. وبرده هعمل بيست للكود اللي معايا اللي هو هيبتدي بالاكسبريس وبالراوتر وهيروح للاو اس اس الموديل اللي احنا بنيناه عندنا في الفولدر بتاع المودلز، تمام. وهيبتدي لما الراوت يبتدي ان هو يشتغل هقول له جيت بقى باكيتس، ده معناه ان انا ايه لما هروح على الفانكشن او على الباث اللي بيرسبوند عليه سامبل دوت جي اس دوت هيرد عليه بالكونتنت بتاعه الباكيت ده. هيعمل ايه؟ الراجل ده هيروح ينفذ الفانكشن دي ويلاقي جواها باكيتس، هيبتدي يجيت يعمل جيت للباكيتس دي ويقف يستنى الامر بتاع الاويت بتاعنا، تمام، ويعمل ريسبونس بالمحتوى اللي جاي من الباكيتس ديت في صوره جيسون. زي ما قلنا الجيسون هو شكل الايه؟ الداتا ستراكشرز اللي بتروح وبتيجي من خلال السيرفر و البراوزرز بتوعنا، والجافا سكريبت بتقدر تفهمها بشكل نفسه. طيب يبقى احنا هنعمل سيف للكود بتاعنا زي ما قلنا، وهنعمل سيف لل النود بتاعنا. هنبتدي بقى كمان نزود معاه ايه؟ ان هو يرد على الريكوست اللي بتجيله على امر الايه؟ اللي بتجيله على السامبل دوت جي اس. طيب نفتكر مع بعض احنا كتبنا فين الكود اللي بيرسبوند على الايه؟ الراوترز. احنا كتبنا الكود ده في الستارت او اللي هو الكور فانكشن بتاعتنا اللي هي المين بتاعتنا. فهنقول له لو سمحت اعمل لي بقى راوتر، والراوتر ده هيرد من خلال الايه؟ السامبل راوت سيرفر دوت او الراوتر ده، واي حاجه هترد على راوتر سامبل، تمام، روح خلي السامبل ده يرد عليها. فيبقى احنا هنا عندنا الايه؟ الامر اللي هي سامبل، تمام، باكتس. طيب هنعمل هنا سيف، وبكده نقدر ان احنا ايه نعمل ران للسيرفر معانا، تمام. وهنبص سوا على ايه النتيجه المتوقع لما يجي اعمل ران معايا. هقول له دلوقتي ستارت ديباجنج علشان ابتدي اشوف الكود بتاعي، تمام، وهرجع للابلكيشن بتاعي واقول له كده هنا الاوبن اوث زي ما شايفين انه بيعمل. طيب يبقى انا هنا محتاج ان انا احط ايه بقى الكود بتاعي؟ احط هنا سامبل، تمام، وهحط باكيتس، تمام، واقول له انتر. هيرد لي ايه وايه الناتج اللي احنا هنتوقعه من هنا؟ المفترض ان الكود اللي هيرجع لي هيرجع لي فاضي. ليه؟ لان انا بقول له لو سمحت روح للفورج سيرفر، تمام، عندي، والفورج سيرفر دوت روح ودور جواه ايه هي النتائج بتاعته. طيب هو دلوقتي واقف على امر الريتيرن اللي معانا، تمام. هنلاقي هنا لو انتوا حابين تبصوا ده الديباجر بتاع الفيجوال ستوديو كود، تمام، اللي انا لما بقف عندي دلوقتي على بريك بوينت اقدر ابص على اي اوبجكت معايا وهيبتدي ان هو يقول لي ايه المحتويات اللي جواه. فاحنا زي ما شفنا انا باكتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن النتيجه بتاعه الكوماند اللي بيروح يطلب لو سمحت هات لي لستة الباكتس اللي مربوطه بالابلكيشن اللي بالكلاينت اي دي والسيرفر ده. هبص على الباكتس هنا وهلاقي ان الريتيرن ده فيه بادي، والبادي ده فيه اراي اوف ايتمز، والاراي دي اللينث بتاعها زيرو، تمام. يبقى انا هنا هقول له ايه؟ ران، خلاص اشتغل، ونقفل البريك بوينت ديت، تمام. ونرجع جوه الفانكشن هنلاقي ان هو رجع لي امتي اراي. الناس اللي بتشتغل جافا سكريبت قبل كده، تمام، عارفة ان الاراي في الجافا سكريبت وفي معظم اللغات اللي شبه السي او اللي ليها السي ستايل سينتكس بتبتدي وبتقفل الاراي بتاعتها من خلال السكوير براكتس. ده معناه ان انا في اراي رجع من السيرفر والاراي ده فاضي، تمام. طيب
نعمل بقى ايه علشان الاري ده ما يرجعش فاضي. هنبتدي مع بعض بان احنا نقول له طيب لو سمحت بقى ابتدي بان انت تعمل كرييشن لاول باكت عندي. تمام؟ طيب اول حاجه هقفل السيرفر وهروح للامر بتاع الكونفج واقول له لو سمحت حط لي معلومه زياده انا عايز اضيفها معايا جوه الايه؟ جوه الابلكيشن بتاعي. تمام؟ والابلكيشن بتاعي هبتدي ان انا اقفل السكوب الاضافي دوت. زي ما احنا شايفين احنا كده خلينا الامر بتاع الاكسبورتس مش بس هيرجع الكريدنشلز اللي هما فيهم الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، كمان هيرجع السكوبس اللي احنا اتكلمنا عليها في البرميشنز، وهيرجع كمان اوبجكت جديد اسمه سامبل جواه باكيت كي وجواه فايل باث وجواه فايل نيم. وهنصلح الفايل ده دلوقتي من رابت لدي دبليو جي، و انا ما اعرفش هو بيحاول العربي ليه كل شويه ولكن لتكفي. تمام؟ يبقى احنا كده ادينا شويه بارامترز الابلكيشن بتاع السامبل بتاعي هيبتدي يستعملها في ان هو ايه؟ ان هو يرد على الفانكشن معايا. تمام؟ طيب الفانكشن اللي هبتدي ان انا ارد بيها بقى او هستعمل بيها الكود دوت، هعمل بيها اجيبها منين؟ انا هبتدي اروح اعمل فانكشن جديده جوه الاوبجكت الخاص بالسامبل راوت عندي، بدل ما الراوتر يتقفل معايا في قبل الراوتر هدخل الاول على الموديل. تمام؟ وقبل اخر تو لاينز عندي هبتدي ان انا اضيف فانكشن جديده. الفانكشن دي هقول لها لو سمحت انت دي مش اخر فانكشن انت هتعملها اكسبورت جوه الموديل. تمام؟ وابتدي اعمل بيست للكود الزياده بتاعي. تمام؟ اللي هو هتكون مهمته ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الفانكشن اللي هي الكرييت باكت. يبقى انا الاكسبورتس دي هتكسبورت معايا الامر الاساسي بتاعي اللي هو الايه؟ ال I do believe ان احنا انا عملت بيست غلط. تمام؟ فممكن نكتب مع بعض حته الايه؟ الكود دي ونعمل كوبي للكونتنت اللي جواها. طيب ايه الفانكشن اللي احنا عايزينها؟ احنا عايزين نعمل فانكشن هنا والفانكشن دي تكون بتعمل كرييت للباكت. تمام؟ والفانكشن دي زي ما احنا شايفين كده ده البادي بتاعها. لو تاخدوا بالكم احنا في الفانكشنز الاولانيه او في الموديل الاولاني بتاعنا احنا ما قلناش ان الفانكشن دي عباره عن اي سينك فانكشن او اي سينكرونس فانكشن. انما ليه هنا بنكتب كلمه اي سينكرونس؟ لان احنا ما نقدرش نستعمل السنتكس الجديد اللي جوه الجافا سكريبت اللي هو اسمه اويت جوه اي فانكشن غير لو بنعرفها على ان هي اي سينكرونس فانكشن. ده بيخلي الفانكشن دي تتنفذ بجزء مختلف جوه الانجن بتاع الجافا سكريبت عندنا. فعلشان يقبل السنتكس اللي هو كلمه اويت لازم اضيف له كلمه اي سينك قبل الفانكشن ما تبتدي. طيب يبقى احنا كمان هنعمل فانكشن جديده عباره عن اسينكرونس فانكشن وبتاخد البارامتر بتاعها كباكت كي. تمام؟ وده الكونتنت اللي موجود جوه الفانكشن. هنرجع للباكت بتاعنا او الفانكشن بتاعتنا هنلاقي الكود اللي احنا عايزين ننفذه هنا ايه؟ عايزين نعمل نقرا الفورج اوثنتيكيشن نقول له جيت الكريدنشلز الانترنال هناخد الباكت اي دي او الباكت اي بي اي زي ما شفنا هنا بنفس الشكل. طب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اوبجكت جديد اسمه باكيت كي او نيو باكيت والكي بتاعه اللي هو جاي من الباكيت كي والبوليسي كي بتاعته ترانزيانت. يعني ايه ترانزيانت؟ يعني الباكيت دي هي عباره عن لوكيشن في الاستورج بتاع الفورج سيرفر. تمام؟ والهدف بتاعها ان انا اعمل تنفيذ او اعمل كرييت للباكت دي. الباكت دي هتبقى ليها بوليسي ان هي هتختفي بعد 24 ساعه بشكل اوتوماتيك. انا لو عايز ان انا اي ستورج بحطه في الفورج باكت ده تبقى بيرمننت هقول ان البوليسي بتاعي بيرمننت. لو انا بستعمل الترانزيت ده معناه ان انا بقول له ان لو سمحت بعد 24 ساعه شيل
الكونتنت اللي جوه الباكت دي، يعني الباكت نفسها هتفضل موجوده ولكن as an empty bucket. تمام؟ يبقى انا هاجي بقى جوه الفانكشن بتاعت الكرييشن دي واقول له لو سمحت اعمل اوثنتيكيت، روح للفورج سيرفر وادي له الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، هات من عنده كريدنشلز، الكريدنشلز دي هستعملها في الفانكشن بتاعه الكرييت باكيت هنا، تمام، في ان هي تعمل لي كرييشن للباكيت اللي بالاتريبيوتس دي، تمام، وترتيرن الايه الريسبونس اللي جاي من الباكيت ريكويست دوت. تمام، طيب كده انا اقدر اعمل سيف للفانكشن بتاعتي. طيب ازاي اعمل كول للفانكشن ديت؟ هروح بقى للراوت زي ما قلنا اللي موجود عندي هنا، برضه هعمل سيف للفانكشن وهروح للسامبل راوت. قبل اخر سطر عندي هبتدي اضيف سطر جديد واقول له ان انا خد بقى الايه الكونفج دوت، برضه اقراه لي من الكونفج، ممكن كمان خليه فوق. تمام، والراوتر هنا بدل ما هو بيرسبوند لامر الجيت هيبتدي يرسبوند لامر البوست. تمام، وهنا هنبص مع بعض ازاي الامر بتاع البوست بيقدر ان هو يعمل اكشن جوه السيرفر بتاعي، بدل ما هو شغلته ان هو يعمل ريد من السيرفر كونتنت. تمام، طيب يبقى انا عندي الامر اسمه كرييت باكيت موجود جوه سامبل راوت، وبياخد بقى الباكيت كي دوت، بياخده عباره عن ايه؟ بياخد الكلاينت اي دي يحوله لور كيس سترينج، وبعدين ياخد كلمه الباكيت كي اللي موجود عنده في السامبل. طب ليه انا بحط الكلاينت اي دي هنا؟ لسبب ان الفورج فيها حاجه غريبه شويه، هو ان الباكيت نيمز ار جلوبال فاريبلز جوه البلاتفورم كلها، يعني اي باكيت نيم موجوده عندي جوه الفورج ما اقدرش اعمل كرييت لاثنين باكيتس بنفس الاسم. يعني انا دلوقتي لو قلت ان انا هعمل باكيت وهسميها سامبل، مفيش اي ابلكيشن تاني جوه الفورج بلاتفورم هيقدر ان هو يعمل هيقدر ان هو يعمل الباكت او الباكت بتاعتنا باسم سامبل ده مره تانية، which is يعني انا متخيل ان هو behavior strange شويه. تمام، ولكن ك ابلكيشن عندنا او كسيستم جوه البيم 360 هو او جوه قصدي انا اسف الفورج بلاتفورم، هي دي الطريقه اللي بيشتغل عليها معانا. تمام، فاحنا هنا بالشكل بتاعنا او بالطريقه بتاعتنا هنبتدي ان احنا ناخد الكلاينت اي دي ده ونعرفه كيونيك ايدنتيفاير، يعني ما يبقاش فيه باكيتس هتبقى موجوده باي شكل جوه السيستم بتاعت الفورج مره ثانيه ليها نفس الكلاينت اي دي، لان الكلاينت اي دي ده يونيك ايدنتيفاير عمره ما بيتكرر معانا من ابلكيشن للتاني، ومفيش اي اثنين ابلكيشنز جوه الفورج بلاتفورم ليها نفس الكلاينت اي دي. تمام، فيبقى احنا هنبتدي بالكلاينت اي دي، يبقى هو اول جزء معانا في الاسم بتاع الباكت. تمام، والباكت كي اللي احنا حطيناه في الايه؟ في الكونفجريشن اللي هو داش ابلود داش سامبل هو اللي موجود معانا. تمام، وكده عملنا الكرييشن للباكت. تمام، طيب وهنقول له سيف. هنبتدي نعمل راننج مره ثانيه للكود معانا، نقول له ستارت ديباجنج، والمره دي مش هنستعمل بقى الايه، مش هنستعمل الكود بتاع البراوزر بتاعنا. هل عندنا اليو ار ال؟ طب والله عظيم اليو ار ال، اي هوب ان هو شغال معانا زي اللينكس. هنبتدي نستعمل فانكشن موجوده على على الكوماند لاين عندنا اسمها سي يو ار ال. السي يو ار ال ديت فانكشن وظيفتها ان هي تعمل الريكوستات نفسها اللي البراوزر بيعملها ولكن من خلال الكوماند لاين. بس البراوزر عندنا انا ما بقدرش اخليه يروح يعمل الامر بتاع البوست في ال HTTP من بشكل مباشر، لازم اديله جافا سكريبت كود هو اللي يروح يعمل امر البوست. ولكن السي ار ال اقدر ان انا اقول له لو سمحت اعمل امر البوست ده بشكل مباشر. فيبقى انا هروح برده لنفس السيرفر بتاعي سامبل كرييت باكيت، تمام، وهقول له لو سمحت روح كلم اللينك ده، كلم الراوت ده، ولكن بالكوماند اللي اسمه بوست مش بالكوماند اللي اسمه
وايه جيت، تمام، وهنقول له انتر. اعتقد هو هيزعل لان هو مش ده السينتاكس بتاع السي يو ار ال في الايه، في الويندوز باور شيل. طيب السي يو ار ال دوت هو نفس السينتاكس بتاع الكوماند بتاعنا على الايه، على الـ على اليونكس واللينكس سيرفرز. خلينا نبص كده، هل عندنا كاباسيتي ان احنا نعمل سي ار ال ان ويندوز؟ هل عندنا حاجه زيها في الويندوز بلت ان ما نحتاجش ان احنا نعمل الفانكشن ديت؟ تمام، انا شايف ان احنا في حاجات لسه محتاجين نعملها داونلود. طيب خلينا نسال السؤال الثاني، ويندوز سي ار ال ايكوفالنت في الباور شيل في عندها كوماند زي اسمه انفوك. طيب كويس، عندنا هو فانكشن زيها. طيب و هنبص كده معانا، واعتقد ان حتى الانفوك ده موجود عنده السي يو ار ال. طيب انا الفانكشن بقى اللي اقدر ان انا اقول له ايه، اللي اقدر اكلمها له من الفانكشن عامله ازاي؟ طيب اعتقد معانا. طيب خلينا نبص عليها مع بعض. طيب بالمناسبه احنا اللي بيحصل ان انا كان الفانكشن دي موجوده عندي في اليونكس مش موجوده عندي في الويندوز، يعني اللي بيشتغلوا على لينكس او ماك او اس بيستعملوا الفانكشن دي بشكل مباشر، دي بيلت ان في الايه، في الويندوز باور شيل. تمام، وهنقول له عندنا باور شيل هيطلب معايا ايه بقى، يوزنج سي يو ار ال ان باور شيل. طيب هو ده اليس بالمناسبة عندنا. طيب انا عايز يوزنج سي ار ال، تمام موجود، وامر الانفوك موجود. تمام، و نقدر ان احنا نقول له الفانكشن بتاعنا. و تمام، انستولينج، شكرا، عندنا داونلود. طيب طيب انا عايز اقول له ان بوست، مش عايز اقول له ان هو استعمل الجيت المعتاد، لان انا اعتقد لو عملت له كده دلوقتي وشلت الايه البوست ده، تمام، السي ار ال عندي بالمناسبه هيشتغل غالبا، ولكن عندي هيشتغل في الايه، في الامر بتاع الجيت. يبقى انا هنا لو انا قلت له هنا باكيتس وعملت له ران زي ما انتم شايفين، لا برضه زعل، قال لي انا ما اعرفوش. طيب not implemented. طيب خلاص شكرا. الامر عندنا البوست دوت هنكلمه بعد كده لما هنبتدي ان احنا نشتغل جوه الجافا سكريبت. ممكن حتى خلينا نكلمه بقى جوه الجافا سكريبت، بلاش نكلمه جوه الايه، بلاش نكلمه جوه السيرفر بتاعي. هنقول له انسبكت، نفتح الكونسول، تمام، وهنروح احنا دلوقتي. طيب تمام، برضه هنحتاج الفيتش والاويت. طيب خلاص، خلونا نتحرك حوالين الخطوه التاليه اللي هنبتدي من خلالها ان احنا نعمل الايه، الديتيلز الاضافيه معانا، لان الايه الفانكشنز اللي احنا هنعمل لها تيستنج الفتره الجايه كلها محتاجه السي يو ار ال. طبعا خلينا نعمل انستول سي يو ار ال ويندوز، يا رب يبدا يشتغل معانا. اوتو انستول، شكرا، ميرسي. ships with a copy, it is already set up, and I think the issue that we have is that we need to run the command line من بره. تمام، والله حتى هسيبه يشتغل as an administrator، ودي خطوة مش صح بالمناسبة. تمام، والمفروض ان اي حد عايز ان هو يعمل او يكلم
السيرفر ما يكلموش من خلال الايه الادمن دوت، ولكن هنجرب نشوف مع بعض. تمام، اه والله اشتغل جميل جدا. طيب حلو، بعتذر بقى. هنقوله بس properties، نكبر التكست شوية. تمام، 24 مثلا، حلو. طيب يبقى احنا كده لما كتبنا الكود بتاعنا ان هو يروح يستقبل الريكوست اللي بيجي على الباكت دوت في البوست. تمام، فاحنا لما رحنا كلمنا السيرفر وقلنا له لو سمحت يا سيرفر لما يجي لك الريكوست على البوست بتاع السامبل كرييت باكت، فابتدي ان انت اعمل اكشن معين. تمام، ورد لنا بنتيجه الاكشن دي. ايه هي نتيجه الاكشن دي؟ ان انا عندي باكت دلوقتي بالاسم دوت. تمام، والباكت اونر بتاعها هو الكلاينت اي دي ده. تمام، كرييتد في الوقت دوت، ودي البيرميشنز اللي موجوده معانا اللي يقدر الابلكيشن ان هو ياخدها. تمام كده، والبوليسي ان هي ترانزينت، ده معناه ان هي هتختفي بعد ايه 24 ساعه. كونتنت الباكت نفسه هو اللي هيختفي بعد 24 ساعه. تمام، ولا حضرتك خلاص كفايه كده انا مش عايز. تمام، طيب هنقفل السيرفر. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ يبقى احنا كده سمحنا للابلكيشن عندي ان هو يروح ويعمل ران. لو انا رحت بعد كده وقلت له طب لو سمحت بقى ايه تعالى لي واعمل، قول لي بقى هات الباكتس اللي موجوده عندك، هنلاقي ان بقى عندي باكت جديده. تمام، بالايه؟ بالكرييت ديت زي ما قلنا، وبالبوليسي كي اللي احنا اخترناه. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ازاي ننفذ او نعمل ران معانا لاول باكت او نعمل كرييت لباكت. طيب زي ما قلنا الباكت ده عباره عن ايه؟ تمام، فاحنا قلنا ان الباكت ديت عباره عن الكونتنت اللي موجود او الستورج سبيس اللي موجود معانا جوه الفورج بتاعنا. هل تحبوا ان احنا ناخد فاصل 5 دقايق ونرجع تاني ولا نكمل؟ ممكن تكتبه على الشات. هل تحبوا نكمل؟ طيب عظيم، خلاص. يبقى احنا دلوقتي الساعة 9:03، هنرجع الساعة 9:08. طيب كده ممكن نستكمل مع بعض. طيب احنا اللي احنا شفناه المره اللي فاتت او شفنا في الجزء الاول ان احنا ازاي بنكلم السيرفر بتاعنا الخاص ب الريكوست اللي احنا عايزينه، وابتدينا بعتنا له الريكوست اللي هو كرييت باكت، وان هو ازاي قدر يعمل باكت وينفذها معانا ويشغلها عندنا. طيب حابين ان احنا نبص ونتاكد ان الفانكشن بتاعتنا شغاله بشكل سليم. تمام، فهنحاول نعمل ران تاني. المفروض ان احنا لو عملنا ران هيديني نفس النتيجه، ولكن اللي هيحصل غير كده. اللي هيحصل ان السيرفر عندنا هيضرب. ليه السيرفر عندنا هيضرب؟ لان الريكوست بتاع كرييت باكت لو انا بعت له نفس الباكت نيم مرتين هو هيروح ويطلب من الفورج سيرفر لو سمحت اعمل لي باكت بنفس الاسم. وزي ما قلنا الباكت نيم ده يونيك ايدنتيفاير، يعني ما بيتكررش حتى ما بين الابلكيشنز المختلفه. فلما انا قلت له لو سمحت نفس الباكت اللي معانا دي مش شغاله او نفس الباكت دي اوريدي موجوده، فهو هيرجع ان هاندلد ايرور او ريجكشن بخصوص الهاندلنج داون. طيب انا بقى هعمل ايه؟ هعمل ابتدي ان انا احط الكونتنت اللي احنا عملناها دي ما بين التراي والكاتش فريزز او الكاتش ايه بلوكس. ازاي؟ ده معناه ان اي كود هيشتغل جوه الجزء ده، تمام، الجافا سكريبت لو لقت جواه ايرور فهتبتدي تنفذ الايه الجزء الثاني اللي معانا اللي هو موجود هنا. تمام، طيب هنحط ايه جوه الكاتش ده؟
هنقول له ان ايه، ابتدي اعمل لي ريسبونس معين جوه خاص بالايرور دوت. ايه الريسبونس اللي احنا عايزينه هنا؟ لو سمحت، لو الايرور ستيتس كود بتاعنا، الايرور ده هو اللي جاي لي من البلوك دي، لو الايرور كود ده اسمه 409 وده ماجيك نمبر، يعني ده رقم احنا عارفين ان الفورج سيرفيس لما بتلاقي ان الباكيت اوريدي اكزيست بترجعه لي كستيتس كود. تمام؟ الطبيعي ان احنا لما بنفذ حاجه عاديه والستيتس كود الريتيرن بتاعي بيكون اللي هو ال 200 او اللي هو ايه، اوكي تمام. 404 معناها ان الريكوست ده هو مش عارف الباث بتاعه، 409 هنا في حالتنا معناها ان الباكت دي اوريدي اكزيست. فطب هتعمل ايه؟ لو سمحت بقى اروح لنفس الباكت اي بي اي تاني وهات الديتيلز بتاعت الباكت ديت واعمل ريتيرن لنفس الباكت ديتيلز دي. طيب تعالوا بقى نتست كده مره ثالثه، اللي المفروض ان هو هيديني ايرور. تمام؟ لو انا نفذت نفس الكوماند تاني هيعمل ايه؟ هو اوتوماتيك هيدخل جوه الجزء اللي عندي هنا وهيبتدي يريتيرن الهاندل. طبعا انا الغلطه اللي انا عملتها ان انا ما عملتش ريستارت للسيرفر. تمام؟ فهيرجع هنا يزعل تاني كده، بيقول لي ايه كونكشن واز ريسيت. فهقول له دلوقتي طب اعمل لي بقى الريكوست ده مره كمان. تمام؟ زي ما احنا شايفين الكويست غالبا انا دلوقتي ايه، انا في ايرور انا كتبته له وقلت له ان لو سمحت الايه التراي والكاتش دي انا ما قفلتهاش بصوره مظبوطه. تمام؟ وانا نسيت كيرلي براكت. يا سلام، جميل قوي. دي برضه طبعا من الحاجات السعيده جدا اللي الجافا سكريبت بيعملها معايا. تمام؟ ومع اي حد ديفلوبر بتاعه، ان هو مش يعني ديسكريبتيف قوي لما بتحصل معاه حاله من او النوع ده من المشاكل، مجرد ان احنا بندخل معاه وبنبتدي نحاول نفهم ازاي نحل المشكله دي. هو لسه زعلان معايا، ليه زعلان معايا؟ وقال لي برضو ان هاندل مش عارف يلاقيه. تمام؟ باكيت اي بي اي از نوت ديفايند. ليه؟ من الباكيت اي بي اي اهو حضرتك موجود. هقول لك ليه، لان انا خدت الامر بتاع الايه الباكيت ده ولازم اعرفه قبل التراي، لان انا التراي عندي تعتبر بلوك. وانس ان البلوك ده اتقفل، اي كونتنت جوه البلوك ده الميموري مانجمنت بتاعت الجافا سكريبت بتموته. تمام؟ فاحنا للمره ان شاء الله الرابعه تشتغل بقى معانا. لا والله برضه حزين مني وقال لي انا ايه، انا زعلان. ليه زعلان؟ علشان ما عنديش unhandled promise. طب ليه يا استاذنا عندك unhandled promise؟ طيب معلش، خلينا بقى ايه نعمل كلير للكونسول كده. تمام؟ يعني ريستارت للسامبل مع بعض. تمام؟ و نقول له طيب هنا كده. تمام؟ اوكي else return. تمام كده، ونقول له reset ونروح نطلب الايه الباكيت دي ونشوف بقى الايرور اللي ظهر معانا. الايرور ده موجود في انهي لاين؟ موجود في لاين 19. باكيت اي بي اي از نوت ديفايند. ليه بس نوت ديفايند؟ ما احنا عاملين له ديفايننج اهو، احنا مش عاملين له ديفاين. هل احنا الباكت اي بي اي ده احنا ما عرفناهوش؟ لا احنا عرفنا. انا اسف، انا الراوتر موجود معانا محتاج ال انا اسف خالص، لان انا عملت ايه دلوقتي، انا غلطت اصلا. كل اللي احنا كتبناه مع بعض في الحته ديت ما كانش المفروض نكتبه جوه الايه، جوه الامر بتاع كرييت باكيت، كان المفروض نكتبه جوه الموديل نفسه. بعتذر، لان احنا المفروض هنا ان احنا نيجي بقى جوه الجزء بتاع الباكيت ده. شفتوا بقى احنا ايه واحنا شغالين جوه الجافا سكريبت لازم نبقى احنا ايه
يعني في قمة الانتباه معاه، وإلا يزعل مننا ويحزن ويبقى مش مبسوط. طيب فاحنا هنا هناخد بقى الكود بتاعنا زي ما قلنا، اللي هو الكريدنشال والباكيت، وهنعمل ريتيرن والكاتش بتاعنا، وهنعمل ريستارت بقى للسيرفر المرة دي، وهنعتذر له الأول لأن الابليكيشنز دي حساسة تمام وشخصيتها مسيطرة، ولو احنا يعني ايه ما قدمناش يعني اعتذارنا الكاتب دي مش هيرضى يشتغل. بس هو الحمد لله قبل اعتذارنا اهو واشتغل، وادانا الباكت ديتيلز حتى والباكت دي موجوده، لان هو اللي حصل ان هو الامر بتاع الكرييت باكت لما اشتغل ولقى ان الباكت ديت موجوده، الكاتش بتاعنا اتاكدت ان الايرور ده معناه ان الباكت موجوده تاني، ورجعت للباكت اي بي اي عملت هاندلنج للاكسبشن او الايرور اللي حصل عندنا، وراحت تاني تقول له ايه جيت باكت ديتيلز، وجابت الباكت ديتيلز بشكل مباشر وعملت له ريتيرن. تمام كده، يبقى احنا كده عندنا الايه الباكت ديتيلز قدرنا ان احنا ننفذها ونعملها وترن معانا، وفي المرتين اللي احنا عملنا لها ران قدر ان هو يشتغل معانا بشكل مظبوط. تمام، هل في اي اسئله معانا لحد دلوقتي؟ محتاجين نسال اي حاجه؟ اللي حابب ممكن يعمل ريزنج للهاند، ممكن يفتح الايه او يكتب على الشات او اللي هو عايزه. طب تمام كده، اللي معايا متابعين؟ تمام يا فندم، مع حضرتك. عظيم. طيب حلو، هنستكمل مع بعض الفانكشنز بقى اللي بعديها. الفانكشن دي ان احنا هنعمل ابلود لملف جوه الموديول معانا او جوه السيرفر معانا للباكت دي، الموديول هنسميه سامبل تمام، وده فولدر هنحطه جوه الايه جوه الفانكشن كده من بره. معلش حضرتك انت ايه، ايوه هنا اهو ريشور يس موف حضرتك، وكده بقى عندنا فولدر جديد اسمه سامبل تمام. والسامبل دوت احنا هنروح ل هنقول له لو سمحت اعمل لي هات اوتوكاد سامبل تمام، انا عايز اي دي دبليو جي اوتو ديسك نوليدج نتورك فيها عدد من السامبل فايلز. هنختار السامبل فايل اللي شكله ده اللطيف اللي هينزل معانا، وهنقول له شكرا، وهنروح للفولدر بتاع الداونلودز تمام، وهنلاقي عندنا الاركتكتشرال موديل دوت. انا هو عملت له داونلود، هعمل له كوبي تمام، وهرجع للفولدر اللي احنا كنا موجودين فيه اللي هو في البروجكتس فورج لابز، وهدخل على الفولدر اللي هو سامبل واقول له بيست للفايل دوت، وهسميه الفايل ده باسم سامبل تمام، عشان ايه نبسط شويه. يبقى انا هنا عملت ايه، انا هنا جوه الابلكيشن عندي عملت فايل، والفايل دوت عباره عن دي دبليو جي فايل احنا عملنا له داونلود من الويب سايت بتاع اوتو ديسك. طبعا انت تقدر تعمل اي دي دبليو جي او ريفت فايل عندك، ولكن دايما الدي دبليو جي بيبقى اسرع في البروسيسنج من الايه من الريفت فايل تمام، ولكن الفورج سيرفيس بتقدر تقرا ار في تي فايلز، بتقدر تقرا ان دبليو سي وان دبليو دي فايلز، بتقدر تقرا 3 دي اس، بتقدر تقرا دي دبليو جي، بتقرا اي اكس ام اللي هي الملفات بتاعه فورمت، بتقدر تقرا دي جي ان الملفات بتاعه المايكرو ستيشن، الاس تي بي ملفات سكتش اب، كل دي بينفع الفورج سيرفيس ان هي تقراها. هو تقريبا نفس الفايل فورمات سبورت اللي موجود معانا جوه ال جوه البيم 360 هو نفسه. ليه؟ لان البيم 360 بتعتمد على الفورج اللي احنا بنكتبه دلوقتي مع بعض كود زيه بالظبط، في ان هو يقرا الكونتنت بتاعه الفايلز ويقرا المحتويات بتاعتها. طيب هنيجي هنا جوه الفورج او اس اس اوبجكت معانا، او اللي هو جوه الموديل اللي هو الاوبن او اللي هو الاو اس اس اللي هو الستورج سيرفيس تمام، اوبجكت ستورج سيرفيس، وهنقول له لو سمحت اعمل لي بقى اوبجكت جديد اسمه ابلود،
بنفس الشكل كده احنا قلنا ايه async function هياخد الباكيت كي والفايل نيم والفايل بار، هيعمل بيهم ايه؟ هيعمل بالاوثنتيكيشن اللي احنا اشتغلنا عليه، بدل ما هيبتدي يفتح الباكيت اي بي اي هيفتح الاوبجكت اي بي اي. اي فايل موجود جوه الباكيت بالنسبه للفورج عباره عن اوبجكت، تمام؟ فيبقى هو احنا هنا هنعمل ايه؟ هنبني الاوبجكت اي بي اي اللي بتابلود جوه الباكت، جوه الفورج باكت، تمام؟ طيب عندنا فايل اوبجكت تاني وعندنا اوبجكت تاني جاي من النود جي اس اسمه اف اس او فايل سيستم، تمام؟ ده شغلته ايه؟ شغلته ان هو هيعمل ريد للفايل اللي احنا حاطينه في السامبل، تمام؟ اللي جاي منين؟ من جاي من الباث، تمام؟ فيبقى هو هياخد الايه الفايل باث دوت اللي جاي عندنا بالمناسبه من الكونفج، تمام؟ اللي احنا هنديهوله من الكونفج. فيبقى اول حاجه هيطلب الكريدنشلز، ثاني حاجه هيقرا الفايل كونتنتس من خلال ان هو هيروح للفايل سيستم ويروح لفانكشن عنده اسمها بروميسز ريد فايل. ده اللي اشتغله نود قبل كده، ده الموديل الجديد بتاع الفايل سيستم اللي بيعتمد على البروميسز، فبيقدر ان هو يستنى الاف اس ان هي تقرا الفايل وترجع له الكونتنت كلها قبل ما يكمل الفانكشن اللي بعدها. الطريقه القديمه اللي جوه الاف اس كانت بتعتمد على الكول باكس، وهو ان هو يديله فانكشن ويقول له لو سمحت لما تخلص قرايه الفايل ده نفذ الفانكشن دي، نفس الطريقه اللي احنا شفناها في اول المحاضره معانا. الفايل كونتنت احنا كده قريناها. الاوبجكت العمليه الثالثه او الاوبشن الثالث هو ان انا هكلم الباكيت اوبجكت وهروح للباكيت اي بي اي واقول له لو سمحت ابلود الاوبجكت الكي والفايل نيم والكونتنت لينث، يعني انا لازم اقول له السايز بتاع الكونتنت دي واديله الكونتنت بتاعته، دول اثنين بارامترز الريكوايرد معانا، تمام؟ وبرضه اديله الفورج اوث اللي هو الكلاس نفسها بتاعت الاوثنتيكيشن والكريدنشلز او الديتيلز اللي احنا ايه الديتيلز اللي احنا خدناها من الفانكشن دي، تمام؟ واعمل لي ريتيرن للريزلت اللي جاي من الفانكشن ديت اللي هي الباكيت اوبجكت، تمام؟ هنعمل سيف، تمام؟ وندخل على ان احنا نعمل ايه دلوقتي. هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض راوت علشان الراوت دوت يقدر ان هو ايه يبتدي يستقبل الريكوست بتاعنا ويبتدي يستقبل الايه الريكوست بتاع الابلود، تمام؟ طيب انا هنا هحتاج الفاريبل اللي اسمه باث، هاخده برضو اطلعه فوق مع الجلوبال او مش الجلوبال بقى اللي هي الكلاس فاريبلز اللي موجوده عندي جوه السامبل دوت جي اس ديت، تمام؟ وهبتدي اشوف الفانكشن بقى معايا اللي هترد على امر البوست لما اقول لها لو سمحتي ابلود الاوبجكت دوت، فتبتدي ان هي تروح تجيب نفس الباكت نيم بنفس الطريقه اللي احنا طلبناها منها في الاول، تجيب الفايل نيم بنفس الطريقه اللي هي في الكونفج سامبل، تجيب اسم الفايل من السامبل دوت هنا اهو اللي هو الفايل نيم ده، تمام؟ وتجيب الفايل باث من خلال ان هي تجيب اللوكيشن اللي السيرفر دي موجوده فيه اللي هو ايه اللي هو سي بروجكتس فورج داش لاب، تمام؟ وبعدين تروح تاخد الايه الفاريبل اللي هو كونفج سامبل فايل باث والفايل نيم تجمعهم مع بعض، تمام؟ طيب احنا هنا بالمناسبه ليه انا بقول له حط التو دوتس؟ التو دوتس دي يعني بيعلى ليفل في الفايل سيستم الفايل هيراركي، لان الداير نيم ده والدايركت نيم ده مش هيبقى الروت بتاع الفورج لاب، ده اكشلي هيبقى الفولدر اللي هو راوتس، لان الابلكيشن اللي هو سامبل ده موجود جوه ايه؟ جوه راوتس، تمام؟ وبعدين هيروح يكلم الموديل اللي عندنا اللي هو او اس اس اللي شغلته ان هو هيابلود الاوبجكت يديله البارامترز بتاعته ويريتيرن الريزلتس بتاعته، تمام؟ وهنا هقول له سيف، تمام؟ بكده ابقى انا جهزت الامر الثاني بتاعي اللي هو الخاص بالايه؟ بابلودنج اوبجكتس، تمام؟ هروح على الكوماند لاين مره ثانيه، تمام؟ واعمل بيست سي يو ار ال داش اكس بوست، ده معناه ان انا لو سمحت روح اطلب اليو ار ال دوت او اطلب اللوكيشن دوت، بس وانت بتقول له لو سمحت ايه اللوكيشن ده مش تعمله جيت، اعمله بوست، تمام؟ فسامبل ابلود اوبجكت هقول له انتر وهيرفض طبعا لان انا ما عملتش ران للابلكيشن، هعمل له ستارت ديبجنج مره ثانيه وانفذ الامر مره ثانيه، وهنلاقي عندنا هنا ان هو عمل ريتيرن للريزلت بتاعه الابلود فانكشن اللي هي فيها الباكت كي
دوت الاوبجكت اي دي، وزي ما احنا شايفين هنا في عندي اي دي كبير ومهم، ده المكان اللي الملف سامبل دوت دي دبليو جي ده اتعمل له ابلود فيه جوه الاوتو ديسك اوبجكت سيرفيس، تمام. وهرجع الاوبجكت ده او اللوكيشن ده استعمله في الفانكشن اللي جاي، او استعمله في الجزء اللي جاي من الكود معانا، تمام. طيب هبتدي اخلي السيرفر عندي يعمل حاجه جديده احنا ما عملناهاش قبل كده، هي ان هو يعمل ترانسليت للفايل بتاعي مش في من الفايل فورمات اللي احنا عملنا له ابلود اللي هو دي دبليو جي، ويبتدي ان هو يعمل التحويل للفايل ده لصيغه عندنا في السيستم اسمها الاس في اف. طيب ايه هي الاس في اف ديت؟ الاس في اف ده هو الفايل فورمات اللي الفورج فيور بيقدر يقراه. الفورج فيور ده اللي هنبص عليه في الجزء الاخير معانا النهارده في الكود بتاعنا، والهدف منه ان هو ياخد الكونتنت بتاعه الفايل دوت ويعرضها جوه البراوزر، تمام. طيب يبقى احنا كده عندنا الكود اللي احنا هنبتدي ان هو ننفذه جوه ما يسمى بالموديل ديريفاتيف اي بي اي او الموديل ديريفاتيف موديل، تمام. طيب الموديل ديريفاتيف زي ما قلنا شغلته ان هو ياخد الايه الاوبجكت ده ويعمل له كونفرت، تمام، او يعمل له ترانسليت من الفايل فورمات الاصلي بتاعه اللي هو دي دبليو جي ويحول له لاس في اف. طيب العمليه ديت او اللي هو زي ما عندنا هنا الاس في اف، طيب العمليه دي والطريقه ديت جوه الفورج سيرفيسز عباره عن اسينكرونس سيرفيس في حد ذاتها، يعني انا بروح اكلم الفورج اي بي اي مره الاول اقول له لو سمحت ابتدي اعمل ترانسليشن للفايل دوت بالفانكشن بتاعنا او بالكود دوت. شغلته ايه؟ ان هو بياخد الاوبجكت نيم، لو تفتكروا الاوبجكت نيم ده اللي هو موجود عندنا هنا او اللي هو الاوبجكت اي دي ده، تمام، ويبتدي ينفذ عليه بقى الاوامر بان هو يفتح الديريفاتيف اي بي اي، يعمل اوثنتيكيشن، يبتدي يعمل ما يسمى بالبوست جوب. البوست جوب ده عباره عن اوبجكت، تمام. الاوبجكت دوت جاي اسمه جوب بايلود، تمام، جواه بايلود انبوت. الانبوت دوت بيبقى جواه اليو ار ان اللي فيها البيز 64 اللي جايه من الاوبجكت نيم ده، يعني الاوبجكت نيم ده بيبقى بصيغه معينه وانا لازم احوله لما يسمى بالبيز 64 فورمات. ده الفورمات الوحيده اللي بتقراها الفانكشن ديت بشكل صحيح، تمام. والاوتبوت هتقول له لو سمحت الاوتبوت اللي احنا منتظرينه منك هو عباره عن فايل نوعه اس في اف، لو عندك 2 دي اعمل له ترانسليت، لو عندك 3 دي اعمل له ترانسليت، تمام. طيب وبعد ما الاوبجكت ده اللي هو البوست جوب ده يبقى جاهز عندي، فهبتدي ان انا انفذ عمليه الترانسليت دي بالايه بالاوبجكت دوت وبالتفاصيل العاديه بتاعتي، تمام. لحد كده ده الجزء الاولاني بتاع الترانسليشن. الجزء الثاني هو ان انا هروح وبشكل متكرر جوه الايه متكرر عندي جوه الفورج سيرفيس واقول له لو سمحت هل الفايل اللي بالاوبجكت نيم ده اتحول معانا واترجم بشكل كامل ولا لا، تمام. فانا هدخل في الديريفاتيف اي بي اي سيرفيس وبرده هعمل نفس الحركه ان انا اخد الاوبجكت نيم اللي جاي لي ده واحوله لبيز 64، وبعدين ابتدي ان انا اروح اجيب الداتا بتاعه الديريفاتيف اي بي اي واقول له هات الريزلت بتاع الترانسليشن. الريزلت بتاع الترانسليشن ده اسمه المانيفست، زي ما احنا شايفين هنا ده برده بعض التفاصيل اللي ممكن تقراها من جوه الفورج اي بي ايز او من جوه الفورج سيرفيس جوه الفورج بتاعنا. طيب يبقى انا عندي اليو ار ان او اللي هو اليونيفورم ريسورس نيم تقريبا او اللوكيشن ريسورس نيم ده او اليونيفرسال ريسورس نيم، انا مش متاكد قوي. فعندنا اليو ار ان دوت هو ده اللي ببعته له اللي هو عباره عن الاوبجكت نيم ومتحول للبيس 64، تمام، وكل شويه هيرجع لي المانيفست او هيرجع لي الستيتس بتاعت الكونفرجن وانا هرجع اقراها جوه الايه جوه الفانكشن بتاعت السامبل بتاعي، تمام. طيب تو بيز 64 ده مش فانكشن موجوده جوه الجافا سكريبت بالمناسبه، دي فانكشن انا بعرفها جوه السترينج اوبجكت او جوه السترينج كلاس، تمام، ولكن هي فانكشن
نسبيا بسيطه، تمام؟ فانا بس بعرفها له جوه الكلاس ديت ان لو سمحت لما اي حد يكلم اي سترنج والسترنج دوت يطلب منه ان هو يحوله لبي 64 فنفذ الكوماند ده معايا. طبعا دي واحده من الطرق اللي موجوده، او يعني دي واحده من اهم المزايا اللي جوه الجافا سكريبت، وفي نفس الوقت واحده من اكثر الحاجات اللي بتلخبط الناس، ان الانهيرتنس او عمليه الاوبجكت موديل في الجافا سكريبت عباره عن بروتوتايب بيزد، ودي يمكن مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه جوه السي بلس بلس وجوه السي شارب والجافا واللغات الاوبجكت اورينتد اللي هي المعتاده يعني، تمام؟ لان الجافا سكريبت ما تعتبرش كومبايلد لانجوج، فالكومبايلد او الدايناميك لانجوجز اللي من النوع ده بتقدر ان هي ايه تعمل دايناميك اوفررايد لحتى الاوبجكتس الرئيسيه او اللي موجوده عندنا جوه الايه جوه الجافا سكريبت نفسها. فاحنا استعملنا الفانكشن دي في ان احنا اي حد يروح يكلم السترينج، لو سمحت الفانكشن دي دلوقتي بقت موجوده جوه الايه جوه السترينج كلوز، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا السيرفيس عندنا اللي هي الخاصه بالموديل ديريفاتيف، وقلنا ازاي هنطلب منها عمليه الترانسليشن وازاي هنعمل منها عمليه الريدنج للمانيفست. نيجي بقى للجزء الثاني بتاعنا، وهو ان احنا نطلب الكود ده من الايه من الموديل بتاعنا. طيب بالمناسبه الطريقه اللي انا بستعملها هنا في عمليه الكود رايتنج ليها علاقه شويه بالسيبريشن ما بين الانترست او الكونسيرنز جوه البرامج عندنا. عمليه السيبريشن ديت الهدف منها ان انا الجزء الخاص يعني ان الفايل عندي يبقى مهتم بعمليه واحده او بفكره واحده. لو انا عندي كود بيروح يكلم الداتابيس، فانا يفضل ان انا احط الكود الخاص بالداتابيس اكسس في كلاس لوحدها او في عدد من الكلاسز مفصوله عن بقيه الكود، بحيث ان انا لما احب اغير في الكونتنت بتاعي او اغير في الداتابيس انجن مثلا اقدر اروح اغير الفايلز دي بس والباقي معمول له ابستراكشن، يعني هو مش شايف ايه اللي بيحصل جوه الكلاس دي او جوه الفانكشن دي، تمام؟ هنا احنا بنعمل نفس الفكره، اي كوميونيكيشن بتتم ما بين الابلكيشن بتاعي والفورج اي بي ايز الاس دي كي حاططها في المودلز، اي كود بيرسبوند للريكوست اللي اليوزر بيطلبه منه حاطه عندي في الراوتر، تمام؟ وده اقرب للام في سي موديل اللي هو الموديل فيو كنترولر، فاحنا نقدر نعتبر ان الراوتس دي عندنا تعتبر كنترولرز، تمام؟ نضال ريزد هيز هاند، اتفضل يا سيد نضال. ممكن نقول له اسك تو ميوت، اتفضل يا فندم. هل جاي له ال اسك تو ميوت؟ هو مفتوح عند الناس، اي حد عايز يعمل انميوت يقدر. اوكي طيب اعتقد هو ما عملش انميوت، خلاص ممكن نكمل ولو هو حابب يسال يتفضل. طيب احنا قلنا هنا ان احنا عندنا الموديل اللي احنا اعتمدنا عليه اقرب ما يكون الام في سي موديل او اللي هو الموديل فيو كنترولر، ودي واحده من يعني المودلز المشهوره قوي في عالم الكمبيوتر النهارده، ويعني بتساعد على تنظيم كتابه الكود وتنظيم الابلكيشنز، وده مش معتمد بس على الايه على الكود بيس بتاعنا، او يعني مش بس جوه الجافا سكريبت، لا تقريبا كل اللغات الكومن دلوقتي بتعمل سبورت بشكل او باخر للام في سي موديل يعني، تمام؟ فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعتمد على ستاندرايزد ميثود او ستاندرايزد موديل علشان نسهل بعد كده ان احنا ازاي بنقرا الكود بتاعنا وازاي ان احنا بنقدر ان احنا نعمل ايه الكونفيجريشن كمان بتاعنا، تمام؟ طيب دلوقتي احنا عندنا زي ما عملنا عمليه الابلود هنبتدي نعمل الريكوست اللي بعده اللي هي اوبجكت ترانسليت، والريكوست بتاع هل الاوبجكت عندنا ترانسليتد ولا لا، تمام؟ فهنعمل الاوبجكت ترانسليت من خلال امر بوست، وده جزء من الستاندرد بالمناسبه بتاع ال HTTP، يعني انا اي حاجه هتعني تغيير
هيحصل على السيرفر سايد، زي مثلا ان انا اغير اليوزر نيم والباسورد بتاعتي، زي ان انا اعمل بوست جديد على الفيسبوك، زي ان انا اعمل ابلود لفايل. فالطريقه الستاندرد اللي السيرفر بيستقبل بيها الريكوست ده من خلال ان انا بكلمه على يو ار ال معين، وبقول له ان اليو ار ال ده هيبقى بوست يو ار ال، مش هيبقى جيت يو ار ال. تمام؟ انما انا لو بقرا معلومه فبستعمل معايا الايه؟ الجيت يو ار ال. بالمناسبه وعندي كمان اوامر تانية زي البوت والديليت. يعني لو انا عايز اشيل ريسورس او عايز اشيل معلومه جوه السيرفر بتاعي، فانا المفروض ان انا اروح اكلم نفس المكان اللي بيعرفني الاوبجكت ده موجود فين جوه السيرفر، واعمل للامر ده، يعني اخلي الامر ده ديليت. تمام؟ احنا غالبا مش هنعتمد على الكلام ده معانا النهارده اكتر من اوامر البوست والجيت. طيب امر البوست الاولاني بتاعنا هيبتدي ان هو يعرف باكيت كي. لو تفتكروا الباكيت كي موجود معانا هنا في الاوبجكت اي دي. تمام؟ ولكن احنا هنا هنعتمد على تقريبا نفس الكود اللي هو موجود معانا هنا، اللي هو بيبتدي بيو ار ان، والكود بتاعنا يو ار ان ادس اوبجكتس واس اوبجكت، وبياخد الباكيت كي سلاش فايل نيم. تمام؟ فيبقى احنا بالشكل دوت قدرنا ان احنا نجيب الباكيت كي معانا. تمام؟ ناخد الباكيت كي، ناخد الفايل نيم، ونعمل كونستراكت للاوبجكت اي دي من الديتيلز ده. ده هيخلينا بس كل الفكره ان احنا ما نعتمدش على الريزلت اللي بترجع لي من الكوماند بتاع الابلود دوت، فان انا ايه؟ فان انا اعرف مكان الاوبجكت. انا بما ان انا عندي sufficient details هقدر ان انا اعمل ايه؟ create للاوبجكت اي دي ده من static، او يعني من الكونفجريشن كود اللي عندي. تمام؟ طبعا في خلال البرودكشن هيبقى الابلكيشن عندي بينفذ الاوامر دي بالتتابع، فانا باخد الريزلت اللي جايه من الفانكشن بتاعه الابلود وببلغها للاوبجكت ترانسليت، بدل ما هو بيفترض الاسم بتاع الفايل دوت، فانا هنا هخليه ايه؟ ياخد الريزلت ده بشكل دايناميك. تمام؟ وهاجي هنا برضه استعمل نفس عمليه الكاتشنج والتراي اند ايرور، وهروح للموديل ديريفيتيف موديل اللي عندي زي ما شفنا، وهقول له لو سمحت ترانسليت الاوبجكت دوت. وبعدين كده احنا انتهينا من الريكوست الاولاني اللي هو الخاص بالاوبجكت ترانسليت. هيبتدي عندي الريكوست الثاني اللي هو خاص باوبجكت ترانسليتد. هل حضرتك الاوبجكت ده اتعمل له ترانسليشن ولا لا؟ هبتدي بنفس التفاصيل، اعمل ستاتيك كونستراكشن للاوبجكت اي دي. تمام؟ وهبتدي ان انا اعمل لوب عندي او فور لوب، شغلتها ان هي هتروح وتطلب المعلومات الخاصه بالاوبجكت دوت، وتدخل جوه المعلومه دي في البارامتر اللي جواه اللي اسمه بروجريس، وتقول له هل هو كومبليت او لا. لو كومبليت ريتيرن، اعمل ريسبونس بان الستيتس بتاعته كومبليت. لو الفانكشن ديت ما نجحتش، تمام، اعمل تايمر، والتايم ده هتريتراي بعد 5 ثواني، وتبتدي تعمل اللوب مره ثانيه. لما العشر مرات جوه اللوب يخلصوا والريسبونس ما خلصش، ما اتبعتش هنا بالسكسس، هيوصل للريسبونس هنا اللي هيرجع ان الستيتس بتاعه الترانسليشن دي فيلد او انكمبليت. تمام كده معايا؟ طيب هنبص بقى ازاي هذا الكلام ينفذ. تمام؟ فهنبتدي نعمل مع بعض التو كوماندز عندنا بالترتيب. الاول هنستعمل السي او ار ال زي ما شفنا، لو سمحت يا استاذنا روح واعمل ايه؟ واعمل ترانسليشن. تمام؟ لا حضرتك انت ما خدتش الاوبشن. كوبي وارجع هنا وقول له. طيب هنرجع هنقول له هنا احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا احنا عملنا الابلود اوبجكت. المره دي هنقول له الكوماند اللي بعديه اوبجكت اندرسكور ترانسليت. تمام؟ كده هو احنا بعتنا الريكوست اهو بتاعنا، الريكوست بتاعنا بقى له ريزلت سكسس، واليو ار ان هنشوف نفس اليو ار ان اللي هو الايه اللي اتحول من النيم بتاعه للبيس 64، والاوبجكت اكسبت اهو الديتيلز بتاعته انه تايب واس بي اف، وان هو بيقبل ال 2 دي و 3 دي زي ما شفنا عندنا في الايه؟ في الفانكشن بتاعتنا.
طيب هنقرا بقى المعلومه بتاعت اوبجكت ترانسليتد ديت ازاي. هنروح هنا تاني وهنقول له لو سمحت بقى هل اعمل لي بقى ايه الاوبجكت ترانسليتد، ولكن هناخد بالنا ان احنا نقول له لو سمحت الامر ده اطلبه بالفيرب جيت. تمام، هنلاقي ان احنا العمليه فعلا اتنفذت ونجحت والستيتس بتاعتنا رجعت كومبليت. يبقى بالمعنى ده انا كده قدرت ان انا اعمل باكت جديده عندي جوه الفورج سيرفيس، ان انا اعمل ابلود لفايل عندي من السيرفر اللي موجود عندي في النود جي اس، واخد الفايل دوت انقله على الفورج سيرفيس، واخد الفايل ده ابتدي اعمل عليه عمليه ترانسليشن، واروح ادور جوه الديتيلز بتاعه الفايل دوت اللي احنا بنسميها المانيفست، واتاكد ان الترانسليشن كومبليتد سكسسفلي. تمام، بكده تقريبا نبقى انتهينا من زي ما بنسميها الايه على كل الفانكشنز اللي موجوده معايا جوه اللي موجوده معانا جوه الايه جوه الفورج اي بي اي. هنبتدي بقى نشوف ازاي نعمل الفورج فيور وازاي نستعمل الفورج فيور عندنا. تمام، فاول حاجه هنعملها هنروح على الامر، خلينا نقفل بقى كل الفايلز اللطيفه ديت. تمام، وهنفتح ستارت معانا. تمام كده، وعند الكود الجزء دوت هنا. تمام، هنقول له كمان زي ما عملت لنا الفيو انجن اللي احنا شفنا فيه الفايل دوت، كمان هتعمل لنا حاجه جديده اللي هي عباره عن الاستاتيك اتش تي بي سيرفر. بمعنى ان انت لو سمحت لما يجي لك ريكوست استاتيك روح للفولدر بتاع بابليك ودور على ايه الكونتنت اللي موجوده جواه. طيب فين بقى الفولدر بتاع بابليك دوت؟ هنعمل له كرييشن مع بعض، وهنقول له نيو فولدر، وهنعمل بابليك فولدر. ده معناه ايه؟ معناها ان المحتوى اللي جوه الفولدر ده هيتعمل له ريندر كستاتيك كونتنت. طيب ليه ستاتيك كونتنت؟ ده معناها ان الكونتنت اللي جوه الفايل دوت مش هيتعمل له اي بروسيسنج. يعني لو تفتكروا احنا ايه الاندكس دوت اي جي اس ده عملنا له كونفرجن من ايه؟ من صيغه الاي جي اس للصيغه اللي هي الايه بتاعت الاتش تي تي ام الاتش تي ام ال العاديه. هنا هنبتدي نبعت ملف اتش تي ام ال عادي ما فيهوش اي كونتنت استاتيك. تمام، وهنبتدي نعمل جوه البابليك دوت فايل جديد عندنا وهنسميه فيور دوت اتش تي ام ال، وده معناه ان الكونتنت اللي جوه الفايل ده عباره عن اتش تي ام ال عادي جدا، ما فيهوش عندي اي حاجه سبيشال او اي حاجه السيرفر عندي هيعمل لها كونفرجن او بروسيسنج. وهرجع واعمل بيست. طبعا ده اكبر فايل عندنا عملنا له بيست دلوقتي، لان هو الفايل ده الكونتنت بتاعه موجود عندنا في الفورج دوكيومنتيشن. تمام، بالشكل دوت هو عباره عن اتش تي ام ال بيج عاديه فيها هيد. الهيد دوت بقول له لو سمحت تروح هات لي الستايل شيت او السي اس اس فايل الخاص بالفيور من اللوكيشن بتاعه، واللوكيشن ده موجود معانا في الفور سيرفيس. تمام، وهات لي الجافا سكريبت بتاع الفيور 3 دي اللي هو موجود جواه المحتوى بتاع الفورج فيور. طيب الفورج فيور زي ما قلنا هو عباره عن هو عباره عن الجافا سكريبت لايبرري اللي بتقرا ملف الاس بي اف من الفورج سيرفر. تمام، او الفورج ويب سيرفيس، وعرضها لنا جوه البراوزر. تمام، وهنبص ازاي هي بتعمل كده. هنضيف شويه ديتيلز بسيطه للستايل، ان انا بعمل اوبجكت معايا، او يعني بعمل مارجنز بشيلها من البادي، بعمل ديف تاج عندي هنا. تمام، والديف تاج دي بديها ان هي كل الكونتنت بتاعي وكل الويتس والهايت وملهاش مارجن. تمام، وبكده ابقى تقريبا انهيت الايه الهيد اللي معايا او اللي هو الجزء الاولاني.
ويبتدي بقى البادي اللي بحط فيه ال HTML tags اللي هتظهر معايا جوه الفيور، ببتدي معايا بامر ال dev، تمام، اللي بقول له لو سمحت اعمل لي بوكس، البوكس دوت او الديف تاج دي سميها فورج فيور. ولو تفتكروا الفورج فيور احنا لسه معرفين ان ده الستايل بتاعها جوه الستايل تاج، تمام. طبعا انا اقدر اخد الجزء ده وانقله في ملف سي اس اس منفصل، ولكن نظرا لان الفيور صغير قوي معايا فانا مش محتاج ايه اعمل التقسيمه دي، تمام. ولكن انا همشي مع البادي، هعمل الديف تاج، وبعدين هبتدي اعمل سكريبت تاج. السكريبت تاج ده جواها عدد او جزء من الكود اللي هيبتدي يتنفذ وانس ان البيج دي اتعمل لها لودنج، تمام. اول واحد فيهم بيعمل البارامتر اي نيم. البارامترز دي هي هنبص عليها واحنا بنبتدي عمليه الرننج بتاعنا، تمام. والهدف منها ان هو يجيب الاتريبيوتس اللي بتروح الفورج فيور من اليو ار ال، تمام. يعني مثلا انا لما بروح للموقع بتاع اوتو ديسك هلاقي ان الكود ده مقسوم عندي، اليو ار ال ده مقسوم عندي لكذا جزء. الجزء الاولاني اللي هو البروتوكول، الجزء الثاني اللي هو قبل اول سلاش هو ده السيرفر نيم، بعد اول سلاش هو الراوت بتاعي. لو تفتكروا زي ما احنا عملنا في السيرفر هو ده الراوت بتاعنا اللي هو سبورت اوتوكاد. لو جيت على اخر اليو ار ال بتاعي وحطيت كويشن مارك وقلت له مثلا var او var 1 equal yes، ده معناها ان هيروح بارامتر جوه الصفحه دي، جوه الجافا سكريبت بتاع الصفحه دي باسم var 1، والكونتنت اللي جوه var 1 دي هتبقى yes، تمام. شغله الفانكشن دي معانا ان هي تجيب البارامتر ده بالاسم بتاعه من الفول يو ار ال اللي بيجي للصفحه ويجيب لي الايه الفاليو بتاعته، تمام كده. طيب الجزء الثاني عندي بيبتدي يتعامل مع الفيور اوبجكت اللي موجود جوه الفانكشن معايا، او اللي موجود جوه اللايبرري بتاعه الفورج فيور اللي احنا ايه عرفناها هنا، تمام. فهبتدي اعرف فاريبل فاضي وهبتدي ادي له اوبشنز. الاوبشنز دي بتقول له ان انت هتكلم البرودكشن انفايرمنت اللي هي الانفايرمنت العاديه بتاعتنا، وانه هيروح يكلم الاي بي ايز اللي جايه من ديريفاتيف فيرجن 2، ودي اللي هي برضو الديريفاتيف فيرجن الحالي معانا. والاكسس توكن هتروح تجيبه من البارامتر اللي اسمه توكن، تمام. طيب تاني حاجه هتبتدي تعمل انيشاليزنج للاوتو داسك فيور اللي موجود عندنا الكلاس اللي باسم autodesk دوت فيوينج، وهتبتدي تنفذ الفانكشن بتاع الانيشاليزر اللي هو هيستارت الفاريبلز وهيجهز الفيور ده ان هو يشتغل معانا بالشكل المظبوط، تمام. فهيبتدي ياخد الاوبشنز، الاوبشنز دي احنا اللي عرفناها له اهي فوق الاوبجكت دوت، وهيبتدي ينفذ الفانكشن دي مع بدايه عمليه الانيشاليزيشن. شغلتها ان هي بتروح تجيب انهي ديف تاج الفيور هيستحوذ عليها وهيبتدي يرسم جواها التول بار بتاعه والكونتنت بتاع الاوتوكاد فايل بتاعنا، تمام. وهيبتدي برضه هو كمان يعمل فاريبل جديد للفيور اللي احنا عملنا له ديكلير هنا، هيبتدي ان هو يقول لو سمحت للاوتو داسك فيوينج جي او اي فيور 3 دي انيشاليز جوه الايه جوه ال HTML ديف تاج ديت، تمام. و حط لي النتائج بتاعه الستارت دي في الايه في الفيور اوبجكت، وبعدين شوف لي بقى الستارت كود ديت مع الفانكشن بتاعه الستارت، تمام. وقول لي هل الفانكشن دي ستارت كود بوزيتيف او نيجاتيف. لو هي بوزيتيف يبقى في فيلير حصل، فهتقول له فيلد تو كرييت ا فيور. غالبا عندنا مشكله في البراوزر ان الويب جي ال مش سبورتد بشكل صحيح، تمام. فان لم يكن هتقول لي في الكونسول ان الانيشاليزيشن ده كومبليت، انقل على الخطوه اللي بعديها. ايه هي الخطوه اللي بعديها؟ ابتدي بقى اخد الدوكيمنت اي دي من خلال البارامتر اللي اسمه يو ار ان، تمام، واطلب من الاوتو داسك فيوينج الدوكيمنت ان هي تعمل لود للدوكيمنت اي دي ده، تمام. ويكون جواها لو نجحت هتنفذ الفانكشن دي، ولو فشلت هتنفذ الفانكشن دي. فلو نجحت هتدخل جوه
الفيور اللي اشتغل معانا او الدوكيمنت اللي اتحملت، لو تاخدوا بالكم هنا احنا عملنا دوكيمنت لود، تمام؟ فهيرجع الفيور دوكيمنت دي اللي هي اتعمل لها لودنج، تمام؟ وهيقول له لو سمحت جيت الديفولت جيومتري، اقرا اول فيوبل جوه الموديل، ولو ما نجحش اديني ايرور على الكونسول، تمام كده؟ يبقى انا كده هعمل ايه؟ عمليه السيف بتاعتي، تمام؟ وهعمل كمان السيف هنا، وهعمل الريستارت بتاع الفيور بتاعي، تمام؟ طيب بكده انا جهزت الكلاينت سايد كود، ودي واحده من النقط اللي موجوده معايا جوه الايه؟ جوه النود جي اس بالذات، لان النود جي اس عندنا مش بتهتم او يعني بتقدر تقرا الجافا سكريبت اللي في المعتاد، ما بتقريش غير جوه البراوزر، هي بقى بتقراها جوه السيرفر انفايرمنت. فده بيبسط عندي الكود كريشن، لان هو بالنسبه لي بقت ايه؟ لانجوج واحده وسينتاكس واحد. اول ما فهمت بقى ان الكلاس بيتشتغل بالطريقه ديت جوه الجافا سكريبت، قدرت ان انا بكتب الكود عندي في الكلاينت سايد في الاتش تي ام ال بيج، واقدر كمان ان انا اشوفه عندي في الايه؟ في السيرفر سايد. طيب البيج اللي موجوده عندي في بابليك، تمام؟ انا دلوقتي عايز ان انا اعمل لها ايه؟ ان انا اقراها، تمام؟ فبالفانكشن دي بتقول له لو سمحت لما تجي لك ريكوست على بيج جوه البابليك اقراها من الفولدر ده واشتغل عليها. من برضو الحاجات ان انا هنا مش بقول له بابليك سلاش فيور، يعني لو قلت له بابليك سلاش فيور دوت اتش تي ام ال مش هيتقرأ معانا، هيقول لي والله انا مش عارف ايه المعلومه دي. انما لو شلت البابليك معايا وقلت له انتر، هلاحظ ان انا دلوقتي بقى في عمليه لودنج بتحصل، زي ما احنا شايفين التول بار بتاع الفورج فيور موجود، ولكن ما حصلش او ما تحملش عندي حاجه. ليه ما تحملش عندي حاجه؟ لان انا ما اديتش الفيور ده اي بارامترز هنا. لو دوست او قلت له هنا جوه الايه؟ جوه البيج عندي، وقلت له لو سمحت يا استاذنا افتح لي الديفلوبر تولز، تمام؟ هلاقي ان انا عندي اهو السورس كود بتاع الفيور رجع لي، تمام؟ اقدر ان انا ابص عليه، تمام؟ ده نفس الكود لو انتوا ملاحظين، هو تقريبا نفس الكود اللي ايه؟ اللي جالي من الفايل اللي موجود جوه الايه؟ موجود جوه النوت سيرفر، تمام؟ طيب ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان انا ما اديتلوش البارامترز اللي تخليه يرجع. طيب هديله بقى البارامترز ازاي؟ انا هعمل كمان صفحه تانيه تنفذ بقى الاوامر دي كلها بالترتيب. بالمناسبه انا لو رحت هنا وقلت له توكن ايكوال، تمام؟ ورجعت عندي جوه الجافا عندي هنا، فتحت التيرمينال قلت له لو سمحت نيو تيرمينال او فيو التيرمينال اللي موجود عندي، وقلت له الامر لو تفتكروا اللي احنا ابتدينا منه اللي هو كان ايه؟ جيت اكسس توكن، اللي هو الخاص بالاوثنتيكيت اللي احنا بنبتدي منه اول مرحلة عندي، تمام؟ و خدت التوكن دوت ورجعت خدت اليو ار ان دي، تمام؟ كجزء من الاتريبيوت الكود المفروض يشتغل. بس طبعا انا مش هحاول او اطلب من اليوزر عندي ان هو يعمل الايه؟ الفانكشناليتي ديت. يعني انا لو قلت له هو ده اللوكال ايه؟ اللوكال بتاعي، وقلت له لو سمحت احنا عندنا الايه؟ الاو اوث توكن، تمام؟ هقدر ان انا اشوف هنا التوكن لو انتوا شايفينها معايا. طبعا الايه؟ الكلام مش واضح، ولكن انا اقدر اضيف له التوكن هنا، تمام؟ وقلت له اند، تمام؟ يو ار ان ايكوال، تمام؟ ورجعت بقى الفانكشن اللي كانت ايه؟ خدت او ادتني اليو ار ان بتاعي، وقلت له لو سمحت بقى ايه؟ اديت كوبي التكست ده، تمام؟ ورجعت هنا ورحت عند اليو ار ان وقلت له بيست وقلت له انتر. المفروض ان الفيور زي ما احنا شايفين هنا ابتدى يتحمل،
واحمل الكونتنت بتاعتي جوه الفيور. بكده لو احنا شفنا ازاي نقدر ان احنا ناخد ملف عندنا من السيرفرز وننقله للفورج ونعمل له ترانسليشن ونعمل له الفيو. طيب طبعا انا مش هطلب من اليوزر ان لو سمحت بقى ايه روح اعمل لي الريكوست ده وبعدين روح نفذ لي الريكوستات دي كده بالترتيب وخد الكونتنت ده اعمل لي كوبي وبيست عليه وبعدين تعالى هنا اعمل بقى الايه الكود بالمنظر دوت. لا، انا هيكون عندي فايل هيكون شغلته ان هو يعمل ايه؟ ان هو ينفذ الخطوات دي بالترتيب ويكلم الفانكشنز دي بالترتيب. تمام؟ هنروح عندنا لل public وهنقول له new file وهنسميه sample.html. تمام؟ والسامبل ده هنبتدي نحط فيه الكونتنت اللي معانا ديت. خلينا نقفل او خلينا نقفل ده خالص. تمام؟ اعتقد انا ما كتبتش الكونتنت مظبوط. تمام، انا عندي ايه ما اتقفلش ب HTML tag. طبعا زي ما انتم عارفين بنبتدي ب HTML وبنقفل ب HTML. طيب احنا هنا بيست. طيب الكود ده له شغلانه بسيطه جدا زي ما احنا شايفين، له هيد بسيطه فور سامبل، له بادنج بسيط او كود بسيط نقدر ان احنا او ستايل بسيط خالص، شويه الوان في كلاسز هنستعملها بعد كده، وبعدين عندنا 6 هيدرز كل واحد بستيتس وبكلاس بيقول لي كل خطوه احنا هننفذها مع بعض عامل ازاي، واخر حاجه عندنا لينك اللي هو الاي بادي او الاي اوبجكت وان هو ده هيدن دلوقتي. تمام، وهنبتدي بعد كده نشوف ايه السكريبت بتاعنا هيبقى شغلته ان هو يروح على ستارت سامبل ويروح لكل فانكشن ويقول لها لو سمحت ايه اعرفي لي او هاتي لي الفاريبلز ديت، كل اوبجكت موجود عندي جوه كل هيدر خزنيه لي في الفاريبلز دي، وبعدين تعالي بقى جهزي اعملي ديكلير للاوبجكتس الفاضيه اللي هو الاكسس توكن والاوبجكت يو ار ام. ابتدي في اول خطوه اعملي ريكوست ل او او توكن، الامر بتاع فاتش ده موجود جوه الجافا سكريبت اعتقد بيلت ان دلوقتي في الجافا سكريبت الجديد بتاعنا اللي هو الاي اس 6 السينتاكس الجديد، وشغلته ان هو يروح يطلب الايه التوكن دي من الادرس دوت وبعدين ياخد الريزلت بتاعتها زي ما احنا شايفين يخزنها في جيسون 1. تمام، من الريسبونس وياخد الاكسس توكن اللي جوه الايه الجيسون 1 ويعمل لوج، يدخل على الستيب اللي بعديها يبتدي يعمل كرييت باكيت من خلال الميثود اللي هي بوست، يبتدي الخطوه اللي بعديها يعمل ابلود اوبجكت من خلال الامر بوست، يبتدي الامر اللي بعديه يعمل اوبجكت ترانسليت بالامر بوست زي ما شفنا بالترتيب كده، وبعدين يوصل معانا للخطوه اللي بعديها اللي هي ستيب ان بروجريس ويقعد يلف حوالين الريكوست بتاع الاوبجكت ترانسليتد لحد ما يجي له ان الريكوست ده بتاعه ايه كومبليت. تمام، لا هو مش هيلف، هو اللف بيحصل في السيرفر وهو بس مجرد ان هو هيروح لترانسليت ويستنى السيرفر يلف في الباك اند بتاعه ولما ينجح هيرجع ويقول له هل هو كومبليت او مش كومبليت. وانس ان الخطوات كلها كومبليتد وما حصلش ثروينج الايرور، هنا الكلاس الاخيره او الفانكشن الاخيره شغلتها ان هي هتاخد اللينك دوت بتاع الفيور تغير الاتش ريف بتاعه تدي له التوكن بتاعه وتدي له الاوبجكت يو ار ان اللي جالنا منين؟ اللي جالنا من الجيسون السابقين اللي موجودين معانا هنا، هنا الاوبجكت يو ار ان وهنا الاكسس توكن. تمام، فهنا عندي الاكسس توكن عندي اليو ار ان هجمعهم كبارامترز للتوكن او بارامترز قصدي لليو ار ال بتاع الفيور وهخلي الهيدن بتاع اللينك دوت فولز، فده معناه ان اللينك ده هيظهر عندي في نهايه الترانسليشن، وهنعمل سيف ونبتدي نشوف الكونتنت بتاعنا دوت عامل ازاي. تمام، هنرجع بقى للبراوزر معانا ونقول له sample.html، وزي ما تفتكروا ده عباره عن معناه ان هو هيروح للفانكشن اللي هي بتاعت ايه الصفحه بتاعت السامبل ويبتدي يظهرها معايا، عندي البطن
اللي كان موجود، خلينا نبص عليه تاني فوق عند البوتن هنا، ده يمكن ما بتكلمناش عليه، الاي دي بتاعه ستار، والاون كليك بتاعه ستارت السامبل دوت الفانكشن دي. تمام، اول ما هندوس عليه البراوزر هيبتدي يران الفانكشن ديت، تمام، وكل الكونتنت اللي جواها هتبتدي تتنفذ وهتشتغل معانا. فهنبتدي بقى نبص عليها ونشوف بنعمل ايه. هنقول له ستارت سامبل، هنلاقي ان كل فانكشن دلوقتي راحت عملت الفانكشن، الجافا سكريبت لونت الفانكشن بتاعتنا ديت ان هي بلو وهو شغال، وبعد ما خلص راحت ملونه على انه بلاك. ولو تلاحظوا ان خلاص ظهر معانا اللينك بتاع السامبل، اول ما اعمل كليك عليه هتلاقيه ان هو اوتوماتيك وداني على الفيور، اداني التوكن واداله اليو ار ان بشكل مظبوط، تمام، فظهر معايا الكونتنت بتاعت الفيور. زي ما احنا شايفين الفايل دلوقتي انا اقدر ابص عليه، اعمل كليك على اي element، افتح اللاير واشوف كل اللايرز اللي جواه، تمام، وابتدي اظهر البروبرتيز، اعمل كليك على اي element انا عايزه واشوف ان هو ده drawing title، وان دي الكونتنت بتاعته، وان دي الاتريبيوتس اللي موجوده. طبعا دي حاجات جايه من الاوتوكاد architecture I would assume، او ان هي اكس داتا يعني اكستندد داتا اتريبيوتس موجوده معانا هنا. مثلا ده ستاندرد لاين خالص، ما فيهوش اي تفاصيل، عباره عن مجرد الاي دي بتاعه والنيم، اللاير، اللاين تايب، واللاين ويت، والترانسبيرنسي بتاعه. تمام، يبقى احنا كده عندنا الفورج فيور زيه زي الريفت، او زيه زي البيم 360 فيور بالظبط. بقدر ان انا زي ما احنا شايفين هنا اعمل حتى هايلايت وفوكس واشوف التفاصيل. بالمناسبه الكود اللي في الملف بتاع الفيور ده اقدر بقى ان انا اتحكم في كل التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، ان انا اقول له لو سمحت افتح لي الويندو دي او اخفيها او ما تظهرهاش معايا، وادخل معايا جوه الكونتنت وجوه اللايرز ووريني ايه اللي موجود جواها، ووريني جوه الموديل، واعمل لوك على الكاميرا لو انت عايز، تمام، وابتدي اعمل لي انيبل او ديسيبل للتول بار دوت. يعني انا كديفيلوبر ببقى متحكم في الفيور 100% اكتر كتير جدا من ان انا كبيم 360 يوزر اقدر ان انا ايه اتعامل معاه. تمام، زي ما احنا شايفين هنا ده الجافا سكريبت كونسول بتاعنا، اقدر بقى ان انا ادخل جوه الفيور اوبجكت ده، اعتقد احنا اخر حاجه كنا مسمينه ايه فيور، تمام، ولو تلاحظوا الفيور ده عندي اهو الايه كاوبجكت، لو دوست دوت هتظهر لي كل الاوبجكتس اللي جواه وجوه الديتيلز، اقدر ان انا اختار مثلا الناف تولز وادخل جوه الاوبجكت واشوف ايه اللي موجود جواه، وابتدي اديله انا اوامر زي ان انا اقاد بوتن او اقاد كلاس او اقاد ايفنت ليسنر او كلين الليسنرز اللي معايا. الفيور عندي فيه فانكشناليتي كتيره جدا، ومن اقوى اللايبراريز اللي بتقدر ان انت تستعملها على الكلاينت سايد لل 3 دي فيجواليزيشن للبين داتا بالمناسبه. تمام، في عندي شويه فاريبلز مثلا زي ال ام في فيور فيرجن، ده اللي بيقول لي انا محمل الفيور فيرجن كام. بالمناسبه دي من الحاجات الايه المفيده والمهمه، تمام، اللي بيبتدوا ان هم يبتدوا يكتبوا كود للفيور محتاجين ان هم يكونوا عارفينها. طيب الكود بقى اللي انا كتبته في ال HTML بتاع الفيور ده وجالي منين؟ لو انا دخلت جوه الفورج دوت اوتوداسك دوت كوم، تمام، وابتديت ان انا ابص على الفانكشن، اعتقد ان محتاج اعمل بس ساين اوت الاول لان هو ما بيرضاش يقرا لي الدوكيومنتيشن غير وانا عامل ساين اوت which is very strange، ولكن بدخل على الدوكيومنتيشن بشوف ايه الدوكيومنتيشن اللي متاح معايا، بدخل على الفيور ديفلوبر جايد، بالمناسبه هلاقي ان الكود اللي احنا كتبناه اهو بالترتيب، ده الجزء الاولاني بتاعه، تمام، ده الجزء الثاني اللي فيه اللي هو اللي احنا بصينا عليه ازاي اديله البرودكشن انفايرمنت والجيت اكسس كود وازاي اعمل انيشاليز، لو تفتكروا معايا اهو الكود الثاني بتاعي، تمام،
والجزء الثالث عندي في الكود اللي هو الخاص بعمليه اللودنج اللي بياخد بقى دوكيمنت اي دي. طبعا هنا هو حاطط ايه، دوكيمنت اي دي ستاتيك، احنا بناخدها من البارامتر ونبتدي نعملها لود، وعند السكسس يبتدي ينفذ كونتنت معين، وعند الفيل يبتدي يدي الايرور. عند الكونتنت سكسس ده الكونتنت اللي هو بايه اللي بيظهر معايا، وهنا عند الفيل ده اللي موجود. طبعا احنا هنا بقى بنقدر نكمل مع بعض ازاي بقى نستفيد من الفيور دوت، زي مثلا ان احنا نعمل له اكستنشن، والاكستنشنز دي هي الطريقه اللي احنا بنبيلد بيها الكود بتاعنا تمام، وناخد الكونستراكشنز او ناخد الانستراكشنز اللي موجوده اللي انا هبتدي اكلم بيها الفيور، زي ما قلنا ان انا ابتدي ابيلد باتن، او ان انا اعمل كلين اب لللوكينج للفانكشن اللي احنا عاملينها هنا ايه امبلمنتيشن تمام بالشكل ده، واعمل له ايه عمليات التستنج، ابتدي كمان اريسبوند للايفنتس، زي ان انا اقول له لو سمحت لما السليكشن يحصل له تشينج اعمل ريسبوند للاكشن دوت تمام. فابتدي اقول له ايه لو سمحت انت كراجل لطيف لما السليكشن ده يتغير نفذ الفانكشن ديت، وده الكونتنت اللي جواها ان هو يروح جوه الفيور يجيت السليكشن ويبتدي يعمل عليه الفانكشناليتي ديت. خلونا ناخد الحته دي كود لطيف معانا ونقول له كوبي ونرجع للفيور تمام معانا، ونقول له لو سمحت افتح كل اللايرز عشان نشوف احنا ايه بنكلم مين، ونعمل سيلكت الاليمنت زي ما انتم شايفين اللاين معانا هنا تمام. لو انا جيت وقلت له هنا بيست هيقول لي ان الفيور هنا عامل سيلكت دلوقتي الاوبجكت، والاوبجكت ده الاي دي بتاعه 561 تمام، وان هو لو ايه اللينت بتاعه. لو انا اخترت اوبجكت تاني وقلت له الفانكشن دي تاني مره كمان هلاقي ان الاوبجكت اي دي ده اتغير. لو انا اخترت الاوبجكتس دي مع بعض دوست الايه الشفت كده ورحت مختارهم كلهم، او اخترت الكونتنت اللي جوه لاير كامله تمام ورحت هنا وطلبت الكود تاني، هلاقي ان انا محتاج الاول ان انا اعمل سيلكت للاوبجكتس اللي معايا تمام، وارجع انفذ الكوماند تاني، هلاقي ان انا بقى عندي اري فيها الاي ديز دي. طبعا انا بقى عندي بالشكل ده عندي بقى جوه الفانكشن ديت ان هي بتدخل جوه الايه جوه الفيورز دي وتقرا الكونتنت اللي جوه المحتويات ديت وتبتدي تشتغل عليها اون سيلكشن، ابتدي بقى اشتغل ووريني الكونتنت اللي موجود معايا، زي ان هو هنا يقول لي ايه ان هو انهي ايتم سيلكتد او عددها كام، والتول اللي كارنتلي سيلكتد هو النافيجيشن عامله ازاي تمام. طيب بكده نبقى احنا الحمد لله انتهينا من اولى محاضرات او يعني تاني محاضرات الاوتو ديسك فورج انترودكشن، اللي كان هدفنا ان احنا نبني اول لايف او راننج سامبل لينا. طيب بالنسبه للي تابع الاكسكيوشن عندنا وحابب ياخد نسخه من الكود اللي احنا كتبناه، انت ممكن تدخل معايا على الموقع الخاص بالجيت هاب دوت كوم تمام، وتدخل على الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعي مكتوب احمد داش هشام تمام، احمد بالاي اي اتش ام اي دي دوت داش هشام تمام، وهتلاقي ان كل الكود اللي احنا كتبناه موجود معانا في اللايبرري اللي اسمها فورج توتوريال توتوريال داش نود جي اس تمام. اللي حابب يبص على الكود نفس الكود اللي احنا كتبناه مع بعض اوكي، لو دخلت جوه السامبل هتلاقي الاوامر بتاعتنا، ملف الدي دبليو جي اللي احنا حملناه، لو بصينا معانا جوه البابليك هتلاقي معانا ملف ال sample dot html وال viewer dot html، يعني كل الكود بيز اللي احنا كتبناه تقدر ان انت تروح على الامر بتاع الكود تعمل له كلون لو انت حابب، او تعمل له داونلود الزيب فايل عشان تتعامل معاه تمام، وتقدر ان انت تبص على الكونتنت اللي احنا كتبناها وهي جاهزه، يعني تقدر تاخد الكود دوت تعمل له كلون او تعمل له داونلود وتشتغل عليه وتقدر
تقدر ان انت تجربه في الماشين بتاعتك على طول. التوتوريالز عندنا ثلاثة توتوريالز تانية بالمناسبة ممكن كمان ان انت تبتدي تجرب عليها. الفورس توتوريال هو نفس التوتوريال بتاعنا ولكن مكتوب بلغة روبي اون ريلز مش مكتوب بلغة النود جي اس، وقديم شويتين فهو لطيف وشغال معانا اللي هو الفورس سامبل دوت، ولكن الفيور فايل اللي موجود عنده جوه البابليك تمام هتحتاج ان انت تغيره من السينتاكس القديم لسينتاكس ابديت. المور انترستنج بالنسبه لكم غالبا هيكون النود جي اس بيم 360، والوظيفته ان هو بدل ما هو يعمل ابلود للفايل على الفورج بلاتفورم بنفسه هيدخل ويعمل اوثنتيكيشن جوه البيم 360 ويقرا ايه الهابز او ايه الاكونتس اللي موجوده عندي، ايه البروجكتس اللي موجوده عندي، ايه الفولدرز وايه الفايلز، ويعرض لي منها الفايل اللي انا موجود عندي تمام. وده بيعمل ريد للايشوز اي بي اي، يعني يقدر يدخل ويجيب لسته بالافيلبل ايشوز تقدر ان انت ايه تتعامل معاها وتستفيد منها برضه تمام كده. بكده نبقى انتهينا النهارده. هل في اي اسئله اي حد حابب ان هو يقولها، حد عايز يقول تعليق اعمل انميوت ونتكلم سوا. احنا بالمناسبه خلاص الوقت معانا خلصان، ولكن اللي حابب ان هو ايه يستمر معانا شويه في الجزء الاخير بقى من المناقشه اهلا وسهلا بيه. تمام عظيم. طيب اعتقد كده برضو مفيش حد. في سؤال بس يا باشمهندس، يا في ريت سؤال، قول يا هل ريت. ينفع نشتغل بالسي شارب او البايثون؟ طبعا طبعا زي ما قلنا الفورج بلاتفورم او الفورج اي بي ايز هو عباره عن مجموعه ويب سيرفيسز، يعني انا بكلمها باي لغه. لو نرجع للمحاضره الاولانيه بتاعتنا او النص الاولاني من محاضرتنا الاولى هنفتكر ان احنا قلنا ان اي لغه اكتف نعرف نكتب بيها سيرفر بيزد كود نقدر نستعملها. السي شارب واحده من اللغات منتشره جدا ومشهوره قوي، البايثون لغه جميله انا شخصيا ابتديت اذاكرها يعني من فتره قليله، انا متاخر فيها كان المفروض ابتدي من 12 سنه تقريبا، ولكن يعني ايه على بال ما خدت القرار. اي لغه انت بتكتب بيها باك اند كود تقدر انك تستعملها. الريكويرمنت الوحيد للجافا سكريبت هو الفيور. الفيور علشان بيشتغل جوه البراوسر، فمش البراوسر ما بيقبلش لغات تانية غير الجافا سكريبت بالمناسبه. هو تكنيكالي هو بيقبل ولكن من خلال حاجه عندنا اسمها الويب اسامبلي لانجوج، وتقريبا ما فيش وايد سبريد ادابشن ليها لحد النهارده، يعني عشان برضو من ايه يعني ما نقولش معلومه تكنيكالي مش صحيحه تمام. طيب طيب لو انا حابب اشوف الكود بيز او الكود سامبلز اللي باللغات التانية ممكن اعمل ايه؟ اعتقد احنا ممكن نقول ان احنا عايزين الاوتوديسك فورج. لا حضرتك ايوه في الهاب، لا هو بيتطور عندنا. لا حضرتك انا مش عايز اقول احمد هشام، عايز نقول جيت هاب تمام، وهنلاقي معانا لايبرري مهمه جدا من السامبلز والكودز هي الفورج بلاتفورم اللي هي داش اوتو داسك او سلاش اوتو داسك داش فورج، فيها اكتر من 101 ريبوزيتوري. عايز تكتب بالسي شارب هتبص هتلاقي عندنا اكتر 32 ريزلت مكتوبين بالسي شارب، لو حابب ان انت تبص على الجافا هتلاقي سامبلز مكتوبه بالجافا. عندنا هنا فور سامبلز، عايز تبص على البايثون عندنا تو ريزلتس مكتوبين بالبايثون تمام.
فتقدر ان انت تبتدي من خلال السامبلز ديت. الريسورس ده بالمناسبه من اهم واقوى الريسورسز اللي احنا كلنا بنتعامل بيه وبنتعلم منه، وبندخل ونبص على الكود اللي موجود جوه الفانكشن ونبتدي نفهم اكتر ونتعامل مع السورس ماتيريال بتاعه. تمام، عندنا سامبل تاني هو ليرن فورج دوت اوتوداسك مش دوت كوم دوت اي او. تمام، ليرن اوتوداسك ده عباره عن التوتوريال تقريبا شبيه جدا باللي احنا استعرضناه مع بعض. تمام، ولكن احنا يمكن استعرضنا التوتوريال الاولاني اللي هو فيو يور مودلز، ولكن الريزلتس مختلفه شويه لان هو بيعتمد في الجافا سكريبت بتاعه على الفانكشن الخاصه بالبوت ستراب اللي هي الستايلنج لايبرري. تمام، او السي اس اس لايبرري، فبتخلي شكل الكود بتاعنا احلى شويتين. تمام، ولكن بيخلي قدرتنا على فهم الفلو بتاع الكود نفسه اصعب شويه. تمام، هنلاقي تقريبا ان نفس الخطوات اللي احنا عملناها هي اللي موجوده هنا، الكرييت السيرفر اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات على الفورج سيرفيس، امر الاوثنتيكيت اللي احنا استعملناه الاوبن اور توكن، ابلود او اس اس اللي هو الكرييت باكيت وجيت باكيتس وابلود، وترانسليت ذا فايل اللي هي نفس العمليه اللي اتعملت معانا على الموديل دريفاتيف، وبعد كده شو ان فيور. وهنلاقي بقى، وده الاختلاف، ان احنا الكود دوت احنا شفناه النهارده وكتبناه مع بعض بالنود جي اس، في منه فيرجن للنود جي اس، وفي منه نسخه دوت نت كور، وفي منه نسخه جافا وبي اتش بي. السامبل الثاني يمكن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الجيت هاب اللي هو شغلته بيعمل الاكس في البيم 360 زي ما احنا شايفين، بدل ما هو بيفتح باكيت ويحط عليها فايل، هنا بقى بيشوف الاكونتس البيم 360، البروجكتس، الفولدرز، بيدخل جوه فايل يفتح الفيرجنز ويقرا الكونتنت اللي جوه الفايل ده. تمام، يبقى احنا هنا شفنا موديل مختلف شويه بيعتمد على اللوجن بتاع اليوزر بتاعنا. يبقى عمليه الاوثرايز دي بدل ما هي بتكلم الابلكيشن فهي بتكلم البيم 360 سيرفيس. عندنا كمان الفيور اكستنشنز اللي الوظيفه بتاعتها ان هي تعرفنا بقى الايه، ازاي نعمل هاندلنج، او مثلا عمليه هاندلنج الاكسبشن ازاي هنكتبها في الكود معانا، التول بار سي اس اس ازاي هنعمل تول بار عندنا، ازاي هنعمل امبلمنت للفانكشن. زي ما احنا شايفين هنا التول بار ظهر فيه فانكشن، الفانكشن دي لما بكليك على اي اليمنت وبدوس على التول بار دوت بيظهر لي هنا فانكشن بتقول لي ان انا ايه دي الاوبجكت السيلكتد. تمام، هنا مثلا عندنا ان البانل ديت نغير السي اس اس بتاعها بشكل مختلف من ان هي فانكشن لان هي لود بانل زي ما احنا شايفين هنا. فاي بانل انا عندي كونتنت اقدر ابنيها بنفس الطريقه اللي زي الفورج فيور، ولكن انا بقى اللي بحط الكونتنت جواها. تمام، وهكذا انا عندي عدد كبير من السامبلز اللي اقدر استفيد منها زي ما شفنا عندنا الجيت هاب ريبوز بتاعتنا واللينكس اللي موجوده معانا. دي ريسورسز مهمه قوي نقدر نستفيد منها طبعا، بالاضافه للريسورس الاهم معانا او الرئيسي وهو الدوكيومنتيشن بتاع الفورج بلاتفورم اللي نقدر من خلاله ان احنا نبص على كل اي بي اي عندنا، ونقدر ندخل جوه الفورج جايد، ونقدر حتى نبص على البريفيوس فيرجنز لو احنا بنكتب وظهر فيرجن جديد من الاي بي اي دي وعايزين نحافظ على الاتريبيوت بتاعها او نحافظ على الدوكيومنتيشن اللي موجود معانا عليها. تمام، هل في اي اسئله تانية معانا؟ انا تمام، اشكركم. الف شكر، الله يكرمك. الف شكر استاذ، جزاك الله خير. شكرا لك. اعتقد في استبيان في النهايه، حطيناه صحيح موجود معانا على الشات بوكس، ممكن يعني تنورونا بالريبلايز. تمام، شكرا جميعا ليكم، وشكرا لحضوركم معانا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله المره القادمه. احنا بكده انتهينا من المحاضرات الخاصه بمقدمه الفورج. لو حابين محاضرات اضافيه ليها برضو نفس المحتوى، تقدروا برضو تتواصلوا مع فريق عمل بيم اريبيا وقولوا لنا ايه اللي انتوا بقى تحبوا ان احنا نقعد نجربه مع بعض.
بس المره دي هنبقى فاتحين يعني ايه انتر اكتف سيشن ونجرب مع بعض الكونتنت او الكود اللي انتوا حابينه يعني. تمام، شكرا لكم جميعا، نتقابل على شكرا خير باذن الله.